الله عليك يا بص يا بص يا أم الدنيا نادر جول جول الله 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 جول 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 مساكم حلو جدا، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من السوبر. الف مبروك لمنتخبنا الوطني، مفيش اي مقدمات، مفيش حاجه اجمل من الفرحه، ومفيش حاجه اجمل انه منتخبنا الوطني يتاهل بنسبه 99.9 وشويه تسعات كده جنبها. الحقيقه منتخب مصر على انا الحقيقه مش معني قوي دلوقتي خالص خالص على فكره بشرح بقى طريقه لعب منتخب مصر ازاي، واحنا عملنا ايه، وكان المفروض نعمل ايه، والجو اللي هو له علاقه بالانتقاد دلوقتي خالص خالص، انا مش يومه خالص. احنا النهارده بنتكلم عن منتخب مصر اللي فرحنا وبسطنا، وبعد سنين الحمد لله احنا راجعين اهو بطوله الامم الافريقيه. احنا بنشكر كل اللعيبه، بنشكر كل اعضاء الجهاز الفني، مستر هيكتور كوبر المدير الفني وفانتا والكابتن محمود فايز، كابتن اسامه نبيه، كابتن احمد ناجي، الدكتور حسام الابراشي، كل الناس اللي مسؤول عن منتخبنا الوطني، كل اللعيبه اللي موجوده في المنتخب. انتوا ابطالنا النهارده، انتوا النهارده فرحتونا وبسطتونا وخلتونا في احسن حال وفي افضل حال. وزي ما بقول لحضراتكم هنبتدي معاكم النهارده في السخن سخن، وهنبتدي معاكم بالمباركات وبالتهاني لمنتخبنا الوطني. الهاشتاج بتاعنا النهارده هو السوبر، السوبر بتاعنا النهارده هو المنتخب، خلاص ما فيهاش كلام، يعني ما فيهاش حتى مجرد جدال، السوبر اندرسكور المنتخب، ده الهاشتاج بتاعنا النهارده اللي هنتكلم فيه مع بعض ونتناقش ونحلل ونتكلم ونفرح ونتبسط معاكم في منتخبنا الوطني. الشناوي احمد الشناوي تالق لافت للنظر، بسم الله ما شاء الله، في مباراة الذهاب حدث ولا حرج. الشناوي كان محل انتقاد كبير جدا جدا قبل رحلة المنتخب ديت، انما في نيجيريا رفع راسنا، وهنا في مباراة الاياب برضو نفس القصة. يا كابتن احمد مساء الفل او صباح الفل، والف مبروك، وبارك لك على الاداء، وبارك لك على النتيجة والصعود كمان. يا ايمن الله يبارك فيك، برنامج جديد يعني، كنت عايز ابارك لك بس كنا في نيجيريا بقى، ما كنتش عارف خالص. الله يبارك فيك يا احمد، انا ببارك لك الحقيقه على المستوى، ببارك لك على الحافز والدافع اللي انت يعني وجدته لنفسك مره تانية. لا جدال ولا شك مع كل الحراس الموجودين اللي احنا بنرفع لهم كل القبعه انك افضل حارس في مصر، ده بشهاده الكل وشهاده الجميع. دلوقتي انت مركز، فدلوقتي انت تستحق الافضل. عايزك تكلمني النهارده على المباراه وصعوبتها، وكمان مباراه الذهاب تحديدا، لان انت يعني مباراه الذهاب انت شايل فيهم كورتين بجونين، يعني بجونين فعلا يعني، والنهارده نفس القصه برده ما شاء الله عليك، متالق واقف على الارض بشكل كويس. ربنا يخليك يا ابراهيم، يعني بجد انا في الاول بس قبل ما ابدا كلامي يعني عايز اشكرك على الفتره، يعني زي ما بقول لك انا مش متعود اطلع ارد على الانتقادات اللي انا يعني شفتها الفتره اللي فاتت، وانت يعني يمكن مش عايز اقول الوحيد اللي واقف معايا، ويعني قريت كلام ان انت طلعت قلت مفيش الكلام ده وفي حمله على الشناوي، فكنت عايز اشكرك بجد من فتره، وكنت ناوي اجي لك حلقه واشكرك طبعا، لاني مش هيكفي ان انا اشكرك في التليفون. انا ما تعودتش طبعا ان انا ارد يعني عن اي حد يساء الظن فيا ويتكلم عليا بشكل مش كويس، ف انا اللي بشكرك يعني انا اللي بشكرك وده حقك، وانا لما بتكلم على فكره والله وانت عارف ده كويس، انا مش بجامل، انا كان عندي المعلومه، وطالما عندي المعلومه قلتها، وفاهم كويس ايه اللي بيحصل لاحمد الشناوي، وفاهم كويس الحمله اللي اتعملت عليك في فتره من الفترات. انما دورنا احنا كاعلام لما بنشوف حاجه زي كده اعتقد انه نساند وندعم ونقف جنب الرجاله الجدعان المحترمين. ربنا يخليك يا ابراهيم، انا بشكرك جدا، وزي ما بقول لك يعني انا شفت يعني اكيد يعني كل لعيب بيجي له دروب في فتره من الفترات، يعني مش هيفضل في التوب على طول، فالحمد لله يعني زي ما بقول لك انا بركز وبشتغل ولكل مجتهد نصيب، يعني الحمد لله ربنا اداني. وانا ما بنساش برضه يعني بشكر الناس اللي انتقدتني برضه، يعني مش هقدر الومهم، بس يعني انتقدوني الهدف مش لحاجات ثانيه يعني. ويعني اكثر حاجه مضايقاني ان يعني الطبيعي اي جون يعني بيجي فيه جول يعني مش هيفضل على طول، ما بيجيش فيه حاجه يعني. صحيح. فزي ما بقول لك انا ما بطلعش ارد، والحمد لله بشتغل ثاني على نفسي وبدوس على نفسي، والحمد لله ربنا كرمنا النهارده بقى انا اخش في موضوع المنتخب، ربنا كرمنا النهارده بمكسب كبير الحمد لله، وحطيت على منتخب يعني منتخب من المنتخبات العريقه طبعا في افريقيا ومنتخب نيجيريا. الحمد لله مبروك النهارده ال 90 مليون مصري، بقى لنا كتير ما شفناش الفرحه دي، فالحمد لله يعني. ومعانا جهاز فني محترم، والجمهور النهارده كان احسن حاجه في الماتش بصراحه، الجمهور اللي كان موجود كله اللي كان مقفول، وحشتنا الجمهور وحشتنا الناس اللي بتيجي تشجع من قلبها بجد،
وان شاء الله نشوف الجمهور تاني في المدرجات. ومبروك لمصر كلها ومبروك لجبرائيل طبعا. الله يبارك فيك. طيب خلينا اسالك اصعب لحظات اللقاء النهارده. يعني النهارده برضو الماتش كان فيه نقاط تحول زي مباراه الذهاب مثلا، كان فيها نقطه تحول رئيسيه الوحش بتاعنا حماده طلبه بسم الله ما شاء الله عليه. برضو النهارده اعتقد كان فيه بالنسبه لكم نقاط تحول او اوقات قلقتوا فيها، وانت كمان كحارس مرمى في لعيبه كنت حاسب حساباتها او مركز معاها قوي. بصراحه طبعا يعني انا قلقت اول ما جبنا جول، قلقت طبعا لان هم ما عندهمش حل غير اللي هم يكسبوا طبعا، يعني حتى التعادل مش هيبقى لمصلحتهم. وحتى ده بان يعني استغربنا بعد ما جبنا الجون على طول. واكثر وقت يعني حمدت ربنا في الصلاه كنت خايف الكره اللي جت العارضه، فده اكثر وقت كنت خايف فيه طبعا. الحمد لله ربنا عداها على خير، وعشان النوايا كلها صافيه والنادي كانت مستنينا نوع يعني الحمد لله ربنا ما شفتش فينا حد. ووصلنا بعد 6 سنين من 2010 ما وصلناش، 3 بطولات متتاليه خرجنا منها. فالحمد لله ربنا كلف مجهودنا ومجهود الفرقه كلها، لان الفرقه كلها على الاقل يعني راجل واحد، والناس اللي بره وفي ناس محترفين كانوا النهارده بره 18 واول ناس تنزل تحتفل معانا. فانا بشكر المنتخب كله وبشكر الجهاز الفني وبشكر جمهور مصر، وان شاء الله بنقدر يعني هدف طبعا وصول البطوله، وان شاء الله بنقدر ناخدها ان شاء الله. طيب انت قلت نقطه مهمه قوي ما ينفعش اعديها، النوايا الصافيه. احنا في فتره من الفترات كانت الدنيا متكعبله عندنا في المنتخب شويه واللي حوالين المنتخب، الناس بدات بتستشعر الحب اللي موجود في الجيل ده تحديدا. انتوا الجيل بيتهيالي انتوا السواد الاعظم اللي كان مع الكابتن ضياء السيد، صح كده ولا انا غلطان؟ يعني الاغلبيه طبعا، الاغلبيه اللي هم حوالي 9 او 8 موجودين منهم، حوالي مثلا هنقول 5 أو 4 بيشاركوا مثلا كل ماتش. صحيح صحيح. مني صلاح وانا وحجازي ورامي وعمر جمال وبس يعني الحمد لله ده جيل كويس. ومعانا طبعا خبرات زي الكابتن حسام غالي والكابتن عصام الحضري، كان ليه دور كبير في المعسكر اللي فات رغم اصابته. فزي ما بقول لك يعني الحمد لله كلنا مبسوطين وكلنا راجعين فرحانين ومفرحين شعب مصر طبعا، كانت الفرحه دي من زمان. الحمد لله انا بشكر كل الناس اللي وقفت معايا في الفتره اللي ما كنتش موفق فيها وما كنتش في احسن حالاتي، وبشكرك انت طبعا تاني يعني تاني وثالث. انت مش محتاج تقول كده، مش محتاج تقول كده عشان والله انت مش محتاج تقول كده خالص. انا ربنا يخليك ربنا يخليك يا ابراهيم. انا بس عايز اسالك سؤال، في فتره من الفترات بتبقى صعبه على اي لعيب، والفتره اللي فاتت اعتقد كانت صعبه عليك بما فيه الكفايه جدا طبعا. قدرت تفوق نفسك ازاي، وايه السبب اللي كان مخلي احمد الشناوي شويه في الفتره دي قعد شويه في الفتره دي؟ بص هقول لك انا حاجه، انا عاده طبعا يعني غصب عني يعني ممكن والدي يكلمني يكون يعني اقرا حاجه، حد كتب عليها حاجه، حد قال عليها حاجه. طبعا انت عارف في البرامج ويعني المرئيه والمطبوعه والحاجات دي كلها ما كانتش سايباني يعني. وانا يعني انا من طبعي ما بحبش اقرا يعني، بس طبعا غصب عني والدتي ووالدي واصحابي بييجوا يقولوا لي ده حد قال عليك كذا ده قال كذا. طبعا انا بتضايق من جوايا، بالعكس انزل بقى التمرين اموت نفسي اكتر، واجي الماتش اللي بعده ما بقاش موفق برضه عادي انزل تاني واتمرن. وكابتن ايمن طاهر كابتن ناجي على طول بصراحه يعني لما اكون هو ما بيكلمنيش غير لما اكون مش موفق يعني. لو انا موفق وكويس ما بيتصلش بيا، لكن لما بكون مش كويس بيكلمني يقول لي عادي انت رقم واحد، انت شد حيلك، انت هتكسبنا، انت هتكسر الدنيا، مش عارف ايه. والكابتن ايمن طاهر وفي مكالمه طبعا يعني حابب اذكرها يعني برضه يعني كابتن نادر السيد لقيت رقم بيكلمني، فرديت لقيت كابتن نادر السيد اتصل بيا حوالي بعد ماتش الانتاج الحالي طبعا. لما كنا بنذاكر كنا خسرانين 3 فكلمني وقال لي ولا تسمع على اي حاجه قالوا ولا بيتكتب عليك، انت ركز في شغلك، انت موهبه وركز ان شاء الله تقدر ترجع تاني وما تسمعش لاي حد غير في الملعب. فاشتغلت واجتهدت والحمد لله يعني ربنا يعني ناس كتير كانت منتظره ان احمد الشناوي يخسر منتخب مصر في ماتشين نيجيريا، بس الحمد لله يعني زي ما بقول لك الواحد بيتمرن وبيجتهد وربنا اداله يعني الحمد لله لسه افوق نفسي تاني، ولسه هيجي لي دروبات تانيه ولسه الناس هتتكلم تاني. بس انا يعني بقول لكل حد يعني قال في حقي كلمه غلط او حاجه ما حصلتش طبعا بقول له حاضر الله نعم لو في يعني ربنا قادر يجيب لي حقي. انا ما مش بتاع لف ولا دوران يعني. أيوة. ولا طلع الشناوي بيسهر الشناوي مش عارف ايه الشناوي فين الشناوي فين. انا الحمد لله ولا بسهر ولا بتاعي حاجه عندي في الملعب تاخدها بره الملعب ماليش دعوه بيا. صحيح. فالحمد لله وبشكرك تاني طبعا ابراهيم تاني وتالت برضه يعني مش انت طبعا اخويا من قبل اي حاجه وعلاقه كبيره وبارك لمصر كلها طبعا.
اشكرك شكرا جزيلا احمد الشناوي نجم منتخبنا الوطني، والنهارده كان واحد من نجوم اللقاء ونجوم مباراه الذهاب بكل تاكيد. اشكرك شكرا جزيلا، كل تمنياتنا ليك بالتوفيق يا شناوي. بتبقى حاجه سعيده جدا جدا بالنسبه لنا لما بنشوف اللعيبه بتقف على رجليها مره تانية وكسبوا منتخبنا الوطني. شناوي لا جدال ولا خلاف على انه دلوقتي رقم واحد، ومش عايز انسى خالص دور عصام الحضري اللي كان موجود مع الفريق ومدى التحفيز وانكار الذات. الصور اللي احنا بنعرضها لحضراتكم تقول لكم قد ايه انه عصام الحضري حابب قوي يبقى موجود مع المنتخب، ومش فارق معاه مين اللي يلعب مين اللي يبقى موجود، مصاب مش مصاب، جاهز مش جاهز، هو موجود مع المنتخب. معانا على التليفون كابتن اسامه نبيه المدرب العام لمنتخبنا الوطني. يا كابتن اسامه الف مبروك. الو كابتن اسامه، الف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك يا كابتن ابراهيم، تحياتي ليك. ولو عندك ضيوف بس انا مش عارف. لا لسه 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 ما ابتديناش الضيوف النهارده، السوبر عندي هيبقى كابتن محمد يوسف ان شاء الله باذن الله. شاهديك الكرام، صوتك واطي شويه. هعلي صوتي شويه، انا بس ببارك لحضرتك طبعا بكل تاكيد. عايز اقول لك انه انتوا الحقيقه مباراه الذهاب انا يمكن كان عندي شويه نقاط اختلاف شويه مع البعض اللي كان بيتكلم على مباراه الذهاب على التشكيله. انا شايف ان انتوا فاجئتونا مفاجاه كويسه جدا، شايف ان انتوا كنتوا مقسمين المباريات بشكل فيها سيناريو واضح، انتوا كنتوا شايفين ابعد يمكن من الناس شويه لان انتم متعايشين مع الناس. ناس كان عندها اختلافات على موضوع تريزيجيه من عدم، النهارده الناس اختلفت على كوكا من عدم، ولكن في النهايه احنا وصلنا للنتيجه النهائيه، والنتيجه النهائيه بتقول ان منتخبنا الوطني فاز، ومنتخبنا الوطني عمل مباراه طيبه في الذهاب، ونفس القصه في مباراه العوده، وان احنا دلوقتي بنتاهل. اذا انتم ناجحين بنسبه 100% يا كابتن اسامه. الحمد لله بنحمد ربنا ونشكر فضله كابتن ابراهيم. الحقيقه في جهد بذل وفي تعب اتعمل الفتره اللي فاتت، الحمد لله النهارده كانت نتيجه الجهد ونتيجه التعب. انت عارف انت بتدير مباراتين، بتدير 180 دقيقه، ما بتديرش 90 دقيقه، في سيناريوهات بتبقى زي ما انت بتقول مطروحه وسيناريوهات في دماغنا. سيناريو لعبنا بيه هناك ربنا كرمنا وقدرنا نرجع بنقطه التعادل، سيناريو تاني نقدر نحضره لان انت بتلعب كل اربع ايام مباراه. كبيرة جدا 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 جدا، فرقة منظمة، فرقة محترمة، عندها كم من المحترفين في أحسن الأندية الأفريقية، فرقة نيجيريا خسارة ما تروحش كأس الأمم، ولكن الحظ كان متواجد النهارده، وفقنا الحمد لله بالشغل والتعب والكفاح. وزي ما قلت لك نيجيريا لو كانت وصلت كأس الأمم الأفريقية كان هيبقى ليها شأن مختلف، ولكن حظها الوحش ان هي وقعت في سكتنا احنا، والحمد لله. من المهم ومن المؤكد ان انت لما ترجع يا ابراهيم وانت كنت كبير، مصر كانت اسم كبير جدا في البطولات الافريقيه وتحقيق البطولات الافريقيه، لما ترجع ترجع على حساب واحد كبير زي كده نيجيريا. صحيح. الحمد لله الحمد لله كلها مكاسب. كنا محتاجين ان اللعيبه تثق في نفسها من خلال مكسب فرقه كبيره. وكنا محتاجين ان الناس تشوف ان الثقه دي موجوده في عينيهم وفي طريقه الشغل بتاعتنا. النهارده انت بتضرب زي ما بيقولوا بتضرب اكتر من عصفور بحجر، يعني اكتر من عصفور بحجر، انت بتتاهل وبتروح ان شاء الله بنسبه كبيره هناك الجابون، بتطلع التصنيف من تصنيف ثالث بتتحرك للتصنيف الاول. صحيح التحديد قريب منك لكن انت رحت للتصنيف الاول. صحيح. كل العوامل دي كلها يعني الحمد لله الحمد لله نتيجه تركيز ونتيجه تعب ونتيجه اصرار واللعيبه. بنشكر ربنا طبعا، بنحمد ربنا كان عندنا ثقه كبيره في ربنا وفي اللعيبه، كل اللي شارك وكل اللي ما شاركش وحتى اللي ما انضمش معانا كان ليهم دور فعال جدا. متاكدين ان اللي جاي احسن وهنحط مصر في حته ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله لما يكون اسم مصر يا ابراهيم، وانا اتكلمت معاك اكثر من مره، لما يكون اسم مصر واسم منتخب مصر مشروع قومي للوصول باذن الله لكاس العالم ان شاء الله. طيب انا عايز اقف معاك بقى على شويه نقاط فنيه كده للايضاح، لانه حضرتك مش بتتكلم في الفتره الاخيره خالص، وانا كنت بحاول ايه العب لعبه الاستنتاجات من خلال قراءاتنا للتشكيل. الناس بعد ماتش نيجيريا اللي فات اللي هو الماتش الاولاني استهانت بالمنتخب النيجيري وقالت ان منتخب مصر كان في امكانه ان هو يكسب منتخب نيجيريا. لما تيجي تتكلم مع الناس وتقول لهم لا اصل الطريقه اللي احنا لعبنا بيها طفينا مكان نيجيريا شويه، وعرفنا ان احنا نلعب عليهم ماتش كويس، وعرفنا بتغييرات وبتوفيق من عند ربنا ان احنا نلعب ماتش ذهاب كويس، نفس القصه النهارده. فبدات الناس تتكلم لا اصل انتم مش واخدين بالكم ان منتخب نيجيريا كان منتخب ضعيف. ممكن توضح لنا النقطه دي اكتر يا كابتن اسامه؟ فرقه نيجيريا اللي يقول لك عليها فرقه منتخب ضعيف، ما لا معلش انا اسف، يعني فرقه كبيره جدا وفرقه محترمه جدا وفرقه عندها كم من محترفين وكم من نظام تكتيكي. النهارده بتلعب جيم تكتيكي يا ابراهيم 94 دقيقه، انت عارف يعني ايه اللعيب المصري يلعب جيم تكتيكي 94 دقيقه غلطاته فيها تبقى يعني تكاد تكون 10%. صحيح. يعني موضوع كبير جدا جدا جدا، انما
اي حد يقلل لك من المنتخب النيجيري، لا انا اسف، المنتخب النيجيري فرقه كبيره جدا جدا جدا. احنا الحمد لله كان عندنا توفيق وكان عندنا شغل بدل وفتره جهد اتعملت، ربنا كلل الجهد والشغل اللي اتعمل ده في نتيجه ايجابيه بكره طلبه اللي بتطلع من الشبكه في اخر اربع دقائق عشان نتعادل، عشان نيجي هنا نفرح الملايين اللي موجوده والالاف اللي كانت موجوده في الاستاد. مش عايز حد ما يعني يحاول يقلل من فرقه نيجيريا، لا فرقه نيجيريا فرقه كبيره 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 لحد اخر ثانيه ولحد اخر لحظه بتهددك، وبالتالي هي دي الفرقه الكبيره. وبعدين اللي يقول لك ان انت تكسب فرقه كبيره وانت بتمر بمرحله صعبه تكسبها 4-5 ده من الصعب جدا. احنا ابراهيم بقالنا فترات كبيره جدا بعاد عن المنافسه وبعاد عن المشاركه، واحنا مش مصر اللي احنا كنا متعودين عليها. ايوه، ورجعنا ناخد الثقه واحده واحده تاني، ورجعنا تاني نحس بنفسنا تاني. احلى ما في الموضوع ان انت بتاخد الثقه مش على شاد يا ابراهيم، بتاخد الثقه على نيجيريا. انت فاهمني ازاي؟ يعني نيجيريا راجل كان بطل من دورتين، انت فاهمني ازاي؟ بالتالي لما ترجع على اسم كبير بتدي انطباع جيد جدا وتدي مؤشر جيد جدا ان انت ماشي ان شاء الله. طيب عايز اسال حضرتك بقى، النهارده فاجئتونا باحمد حسن كوكا انه خارج التشكيل. انا عايز اقول لك على حاجه بس، اتفضل. مش حاجه عندنا اسمها مفاجات حبيبي عشان تبقى فاهم، وعايز اوضح للساده المشاهدين الكرام اللي هم كانوا بيدعوا لنا النهارده وبيشجعونا وكانوا واقفين في ظهرنا. احنا 25 لعيب ابراهيم من احسن اللعيبه اللي موجودين في مصر، حتى في مجموعه كبيره ما انضمتش معانا. تمام. مفيش حاجه اسمها مفاجاه، ده منتخب مصر ابراهيم. وانت في منتخب مصر حط الشكل وحط الطريقه وحفظ اللعيبه بتاعتك كلها وغمض عينك واختار 11 وغمض عينك واختار 7 تقدر تشتغل بيهم، لان هم دول اللي موجودين وهم دول الكوكبه اللي موجوده في مجموعه كمان كبيره موجوده بره ان شاء الله هيكونوا اضافه كويسه. فما فيش حاجه اسمها مفاجاه، هي سيناريو انت بتبقى محضر هناك ومحضر هنا. بالنسبه لكم انتم مفاجاه، لكن احنا بالنسبه لنا لا، بيبقى شايفينها بمنظور ثاني. أنا ليه بسأل ده؟ لأنه كوكا كان موجود وبادئ التشكيلة الأساسية في مباراة الذهاب، البعض توقع أو الكل تقريبا توقع إن هو هيبتدي هو كمان في مباراة العودة، وبالتالي ده معناه إن أنتوا تفكيركم برضو مختلف، زي ما حكمة بتقول أنتوا اللي جوه المطبخ فأنتوا اللي شايفين اللعيبة أكتر، فأنا كنت محتاج بس إيضاح فني للموضوع ده، لأن إحنا برضو أحمد حسن كوكا ده لعيب أنا عارف إنه يعني أنتوا كمان قعدتوا معاه واتكلمتوا معاه بشكل كمان نفسي، وأنتوا ما بتفوتوش الأمور ديت، لأنه أنتوا عايزين زي ما حكمة بتقول كده منتخب مصر، عايزين كل اللعيبة تبقى موجودة معاكم وما تخسروش حد حتى على المستوى النفسي. كل لعيب في منتخب مصر ليه دور، اللي بيلعب بره واللي بيلعب جوه. زي ما قلت لك احنا عندنا ثقه، واحنا بتبقى في الاخر مراعات وفي الاخر وجهات نظر. لعيب عارف دوره بينزل يأدي الحمد لله. زي ما قلت لك ممكن بالنسبه للناس اللي بيشتغلوا في المجال يحلل ويشوف ويقول، لكن في الاخر بتبقى هي مش اكتر من وجهه نظر، كانت تصيب وكانت تخطئ يعني. الحمد لله لما بتصيب الناس كلها بتتكلم وبتسمع، لما بتخطئ الناس كلها بتتكلم برضه يعني وبتنقد يعني، فامور طبيعيه كلها. زي ما قلت لك الحمد لله المباراه كانت الاربع ايام من اصعب الفترات جدا، هتنقل مصر وهتنقل الكره المصريه ان شاء الله في حته ثانيه ان شاء الله. مدربين مصر بلاعيبه مصر ان شاء الله. يا كابتن اسامه الف مبروك، انتوا تحملتوا الفتره اللي فاتت حقيقه كانت فتره عصيبه جدا وصعبه، تحملتوا من النقد كتير جدا جدا، وميزتكم ان انتوا كنتوا بتشتغلوا وما بتحاولوش حتى كمان لا تشتبكوا لا مع الاعلام ولا تشتبكوا مع حد، كنتوا ساكتين وهادين لحد ما وصلتوا للي انتوا عايزينه، وفي النهايه انتوا بتحصدوا ده، كل الاعلام هيبقى وراكوا غصب عنه لان انتوا ماشيين بشكل كويس. اشكرك شكرا جزيلا كابتن اسامه نبيل مدرب عام منتخبنا الوطني. طيب خلينا بقى كده نقول لحضرتك ان نيجيريا رسميا خرجت من التصفيات، خرج مش هتبقى موجوده كمان في الفتره اللي جايه في امم افريقيا، ودي حاجه بتسعدنا ان احنا خرجنا كبير، يعني الكبير بيخرج كبار، فاحنا مبسوطين ان منتخبنا الوطني بدا يرجع تاني يعمل ده. تعالوا نشوف مع حضراتكم دلوقتي تصنيف المنتخبات. طبعا نتيجه منتخبنا الوطني فاز على المنتخب النيجيري بهدف دون مقابل، سجله المتميز رمضان صبحي في الدقيقه 62. مش بنسى انا الكلمه اللي قالها الشناوي خالص خالص على فكره النوايا الصافيه النهارده، الجون اللي جابه رمضان صبحي رغم انه
الكرة خبطت في رجل واحد وعدت مش عارف وغيرت اتجاه وعلى القصة دي كلها، ده عشان ربنا رايد انه في اجتهاد وفي شغل اتعمل في المباراة، فتيجي على اهون الاسباب تيجي باسهل الاسباب، وده في الكرة موجود جدا التوفيق. فالنهارده كان في موجود توفيق عشان انت مجتهد. التوفيق ما بيجيش على فكرة للعاطل، للي مش شغال، للي مش مركز، للي مش بيفكر، ما بيجيش كده خالص على فكرة، بيجي للناس اللي بتجتهد وبيجي للناس اللي مركزة. دي كانت نتيجة مباراة النهاردة اللي فاز فيها منتخبنا الوطني. تعالوا بقى نشوف تصنيف المجموعة بقى عامل ازاي. ده ترتيب المجموعة، خاص مصر في الصدارة، احنا 7 نقاط في المركز الاول، بيليها المنتخب النيجيري في المركز الثاني بنقطتين، ثم المنتخب التنزاني في المركز الثالث بنقطة واحدة. في احتمال طبعا احنا قلناه وهنفضل نقوله بقى، احتمال بعيد جدا جدا، احنا يعتبر كده خلاص تأهلنا، بس في احتمال اللي هو انت تتغلب 3-0 ونيجيريا وتنزانيا، تتغلب 3-0 من تنزانيا وتنزانيا تروح تكسب نيجيريا في نيجيريا 4-0. طبعا ده يعني في الكرة يكاد يكون مستحيل بعد اللي انت عامله ده كله، لكن برضه هو موجود. التصنيف بقى دلوقتي بقى عامل ازاي؟ ده ترتيب التصنيف بالظبط، التصنيف الافريقي. الجزائر في المركز الاول ب 771 نقطة، المنتخب الجزائري واحد من امتع وافضل المنتخبات دلوقتي حقيقة في افريقيا، لا جدال ولا شك. في المركز الثاني كوت ديفوار ب 738 نقطة، في المركز الثالث غانا ب 693 نقطة، في المركز الرابع السنغال 652 نقطة، والمركز الخامس بقى منتخبنا الوطني ب 647 نقطة، وده حاجة كويسة جدا بالنسبة لنا. تعالوا نتابع كمان باقي التصنيف. الراس الأخضر 620، الفارق ما هوش كبير، لكن هو الحمد لله هما وتونس دلوقتي 620، وبعدين الكونغو الديمقراطية 556، غينيا بيساو 570، جمهورية الكونغو 562. احنا كده هنبقى على راس مجموعة ان شاء الله بإذن الله في القرعة. مصر كده بقت في التصنيف الاول بعد وصولها للمركز الخامس، وبالتالي هترأس او هتبقى موجودة على راس احدى المجموعات في التصفيات كأس الامم المقبلة، ده وفقا طبعا للقرعة اللي هتجرى في القاهرة في مقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي موجود عندنا هنا في مصر في 6 اكتوبر، ده هيبقى في يوم 24 يونيو اللي جاي. مفيش طبعا اي مباريات ودية دولية في الفترة ديت، فالتصنيف هيبقى ثابت لحد ان شاء الله بإذن الله اللقاءات المقبلة او لقاء تنزانيا تحديدا. خسارة الراس الاخضر النهاردة من المغرب، يمكن المغرب كمان خدمتنا النهاردة، لان خسارة الراس الاخضر من المغرب افقدتها صدارة تصنيف المنتخبات الافريقية، وده ساعدنا الى حد كبير. تعالوا نتناقش النهاردة ونتكلم في الكواليس بتاعة المباراة النهاردة. النهاردة 75,000 متفرج كانوا موجودين في برج العرب، حاجة والله الواحد قاعد بيتفرج على الماتش حاسس انه مش في مصر. الملعب حرير حرير سجادة كده، تحس انه حاجة مفيش بعد كده. بصوا الصور وجمالها، بصوا جمال الناس، واهو علم مصر، علم الزمالك وعلم النادي الاهلي. مفيش، احنا والله العظيم افتقدنا للاجواء دي جدا، كنا مبسوطين قوي النهارده واحنا بنشوف الجمال ده والحلاوه ديت، وبنشوف كمان منتخب مصر بيكسب. يعني ربنا رايد النهارده 75,000 مشجع اللي كانوا موجودين بما فيهم ده يدل على فكره الراجل ده بتاع نادي الاتحاد السكندري ده عادل شكل على ما اعتقد، قال لي كان مدينا ظهره ده. بصوا الجمال وبصوا الحياه، بصوا الاستاد مليان على اخره ازاي من فوق لتحتيه، مفيش بعد كده. احنا مفتقدين جدا جدا لده، ومحتاجين جدا لده، ومحتاجين الدعم الجماهيري، ومحتاجين ان احنا نشوف منتخب مصر النهارده. مستر هيكتور كوبر بيتكلم بعد المباراه في المؤتمر الصحفي بيقول انا فوجئت، يعني كل الكم ده من الجماهير ازاي احنا بنخسر الدعم ده، الدعم الجماهيري ده. النهارده 75,000 مشجع، مش 40,000 خالص على فكره، 75,000 مشجع النهارده كانوا موجودين في استاد برج العرب. ارضيه ملعب تحفه، جماهير في منتهى الجمال، ولاعيبه رجاله، وجهاز فني محترم، وحاجه في منتهى الجمال. وكمان يحسب للاتحاد المصري لكره القدم في اواخر ايامه كمان هذا الانتصار، وان كان عاندهم الحظ خلال فتره طويله جدا جدا من منتخبنا الوطني يصعد. انا معايا على التليفون الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، نبارك له بكل تاكيد. يا استاذ جمال اهلا وسهلا بحضرتك وبارك لك يا فندم. اهلا وسهلا فيك يا ابراهيم، وتحياتي ليك، والف مبروك ليك، والف مبروك جماهير مصر كلها وشعب مصر كله. الحمد لله اللي كنا بنفكر فيه واللي كنا بنعده لمنتخب مصر الحمد لله بارك على أفهم النهاردة، وقال اللي حيح مباريات نيجيريا الحمد لله، مباريات نيجيريا المباراتين انت كنتم 4 ضد الحمد لله. أعدادنا جيل كويس، الجيل الحمد لله يعني يخليك مستريح كم سنة شوية لقدام، ان انت كان عندك جيل عظمة في لحظة واحدة بس تلاقي كله اعتزل. فكان في جاب كبير جدا بين المنتخب الاول وبين اي حد وراه، لكن استحملنا النقد في الفترة اللي فاتت، استحملنا كل اللي اتقال في الاتحاد على الاتحاد في الفترة اللي فاتت، لكن الحمد لله دي جيل بتاع المنتخب واضح قدامك بعد ما انتظر كمان مسابقة الدوري العام بشكل
شكلها القوي اللي جاي فيه، عندك جيل كويس وعندك كمان اجيال وراها متتابعه. دلوقتي عندك جيل ان شاء الله اللي طلع لك كمان جيل 97 وجيل 2000 وجيل 99، فكل الكلام ده بنعمله بهدف من احتكاك للمنتخبات الناشئين، عشان اللي انت شفته النهارده في المنتخب عشان يبقى فيه اجيال متعاقبه ورا بعض بتدعم منتخب مصر في الاول. اللي احنا جينا ما جيناش غير مجموعه لعيبه من المنتخب الاول قربت تنتهي، وما عندناش غير منتخب واحد اللي هو كان منتخب الكابتن ربيع ياسين فقط في الاتحاد الكوره. اللي احنا وما كانش كمان في نشاط ولا في كوره ولا في اي حاجه، لكن تحملنا النقد، تحملنا ان احنا قالوا علينا 98 و95 اخفقنا فيهم، رغم ان هم اخفقوا في اخر مباراه بفرق اهداف، لكن الحمد لله انت الاجيال دلوقتي بقت متعاقبه، وفي عندك اجيال السنين اللي جايه هتشوف منتخب مصر ان شاء الله كويس جدا. يبقى احنا عملنا حاجه وحطينا بصمه كويسه للمنتخب، والحمد لله ده الهدف الاساسي بتاع الاتحاد الكوره. استاذ جمال، هل بتشوف ان انتوا سيئين الحظ الفترة اللي فاتت دي كلها بتشتغلوا ولا توفقوا، ويوم ما ربنا ما يكرم ويوم ما ربنا ما يوفق ومنتخبنا الوطني يصعد الى كاس الامم الافريقية، يبقى الشغل والجيل والاعداد وكل القصة دي هيجي ياخدها مجلس ادارة تاني، وانتوا دلوقتي صادر ضدكم حكم محكمة بحل مجلس الادارة؟ والله دي اولا دي سنة الحياة، الاجيال المفروض تشتغل ورا بعض من غير ما حد يتكلم على اي حد. انا فكرت النهاردة في حد كان يعني بالعكس، احنا النهاردة الجهاز ده اللعيبه اللي موجوده دي نسبوها كمان للمجلس السابق، يعني قال لك الانجاز ده يحسب للمجلس السابق، انا ما اعرفش يحسب ازاي للمجلس السابق. ده فتره، ده بصراحه دي فتره من الموجودين حاليا، لا من المجلس السابق، لا دي واحده فتره دي بصراحه. والله دي حته فتره بصراحه جدا. هو الهدف منه ان الاتحاد ده ما عملش حاجه خالص، الاتحاد ده الناس ما اشتغلتش، في حين احنا اشتغلنا على 10 محاور وال10 محاور اشتغلنا فيها صح وعملناها والحمد لله. اخر حاجه بقينا كمان لائحه النظام الاساسي اللي احنا جينا لقينا متلخبطه وكلها عوار، كنا بنعدلها، هنعدلها في الجمعيه العموميه اللي جايه. طبعا يعني احنا اشتغلنا الحمد لله، بس احنا ما عندناش وسيله اعلاميه، ما عنديش اعلام ان انا ممكن انزل الكلام ده كله، لكن في لحظات بعد كده هيبقى الواحد قاعد فاضي مرتاح كده، واخد حبوب مهدئه اكتر، ويبتدي يشرح كل اللي حصل في الاتحاد الكوره في الفتره اللي فاتت. طب لكن الفرحه الكبيره النهارده زي ما انت قلت، النهارده الجماهير اللي كانت موجوده في الملعب شكلها حلو قوي، عائلات دخلت، شباب جاي من جميع طوائف المنتخب سواء اهلي او زمالك او اسماعيلي او المحله، يعني النهارده حتى لما كنا طالعين كان في مجموعه من المحله بيتكلموا على النادي المحله. كلهم يعني المجموعه دي كلها اتولدت ازاي؟ في مجموعه رابطه مصر، ناس محترمه جدا اللي كانوا معانا برضو امبارح واول امبارح بيشجعوا منتخبهم، اهم حاجه عندهم المنتخب هي الحمد لله التوليفه دي، والحمد لله كمان الولاد كانوا رجاله النهارده وروحوهم برضه فرحانين وفرحوا شعبهم الحمد لله. استاذ جمال، عايز اسال حضرتك سؤال فيما يتعلق باستمراركم بقى من عدمه في مجلس اداره الاتحاد، متى ستعلنوا عن استقالتكم من مجلس الاداره؟ وانا اعلم تماما ان حضرتك لديك الرغبه في عدم وصول الامر الى الفيفا، رغبه منك انه الموضوع ما يبقاش فيه اي نوع من انواع تجميد النشاط الرياضي في مصر، وانت شايف انه انت بتعلي المصلحة بتاعة البلد على اي حاجة ليها علاقة باستمراركم من عدم. بص يا كابتن ابراهيم، انا عايز اقول لك حاجة، احنا بنعلي مصلحة مصر وكل حد. وبنتكلم على مصر ان احنا حريصين جدا عليها. ولكن لما تشوف كمان في ناس بتكلمك تقول لك لا خليهم يستقيلوا دلوقتي عشان نعمل اجتماع نعمل انتخابات بسرعة. هو انت النهاردة كاتحاد الكورة، اتحاد الكورة عمل حاجة هي يتحاسب عليها ولا عمل حاجات كتيره للاتحاد لصالح الاتحاد؟ يعني اخرها كانت مسابقه كاس مصر، شوف انت وصل الباش اللي كان فيه 10 مليون جنيه، ده احنا كنا بنتكلم على مليون. تمام. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها لك، ان مفيش عضو مجلس اداره من عندنا، يعني انا عن نفسي بتكلم عن نفسي، مفيش مره طلع فيها قرار بسفر يستحق بدل السفر بتاعي وانا صرفت بدل السفر في اتحاد الكوره، يعني انا لا باخد بدل سفر ولا اي حاجه. استاذ جمال ما في اثنين. طبعا احنا بنحترم القضاء، بنحترم كل درجات القضاء وكل القضاء ناس محترمين جدا، ولكن اذا كانت هناك في حاجات خاصه باشتكالات، في حاجات خاصه طعن على حكم، في حاجات زي كده، دي بتاعت شؤون قانونيه اللي بتاخدها. لكن اللي انا مزعلني ان في ناس بتستعجل تقول لك ان مجلس الاداره كان يقدم استقالات. هو يعني انت هاجمني احنا في الاول ان احنا
منتخباتنا مش شغاله كويس احنا فيها. النهارده منتخبنا خلاص صعد يعني بنسبه 95% لكاس الامم الافريقيه، وبرده نفس الكلام ونفس النغمه، الناس دي لازم تمشي، احنا مش عارفين نعمل ايه. يعني اذا حققنا انجاز زي ما انت بتقول ونسيبه للي بعدينا يحصد، واحنا قلنا اللي بعدينا هيحصد، لكن الاستعجال ده يعني انا مش عارف ايه وجه الاستعجال وايه الهدف. انتوا كنتوا ناويين، بس لما يا استاذ جمال، ومع ذلك استاذ جمال، استاذ جمال حضرتك سامعني؟ انا اول يعني عايز اقول لك يا كابتن ابراهيم، يمكن انا من بعد ما شفت الامرين في اتحاد الكوره في الفتره اللي فاتت، وبعد المعاناه اللي عانيناها عشان خاطر مسابقات الدوري، وبعد المعاناه اللي عانيناها عشان يطلع منتخب كويس جدا، كنت في كل لحظه اقول ان انا عايز استقيل وامشي، لان كانت الامور صعبه جدا. ايوه النهارده باقي خلاص زي ما انت بتقول، خلاص اخر فتره خلاص في اتحاد الكوره. ما تستنوا بقى، خلي الناس تكمل فرحتها بس في الماتش اللي جاي بالنسبه لهم. انا لكن بالنسبه لي انا ممكن من بكره اجي، انا ما عنديش مشكله. اذا مجلس ارجو حضر ارجو ان حضرتك تسمعني يا استاذ جمال من فضلك. اذا مجلس اداره الاتحاد، استاذ جمال حضرتك سامعني؟ استاذ جمال مش فاهم، يعني حكم المحكمه ماشي، حكم المحكمه فرحانين في النادي الاهلي، لازم الاهلي يتحل. استاذ جمال الاتحاد لازم يتحل، يعني ايه المشكله؟ استاذ جمال حضرتك سامعني كده يا فندم؟ نعم حضرتك سامعني؟ قول يا انا بقالي كتير قوي بحاول اقطع حضرتك بس حضرتك مش سامعني. لا والله ما سامع، انا اساسا راجع من اسكندريه. عندي بس حاجه بسيطه، تاكيد بسيط على كلام حضرتك. اذا الاتحاد المصري لكره القدم لن يتقدم باستقالته، والاتجاه اللي كان موجود لتقديم الاستقاله دلوقتي اصبح غير موجود. انتوا عندكم رغبه ان انتوا تكملوا لحد اخر المده بتاعتكم، حاسين ان انتوا عملتوا انجاز بصعود منتخب مصر لكاس الامم الافريقيه، وبالتالي انتوا مكملين في مهمتكم وبتحترموا احكام القضاء وكل حاجه، ولكنكم مكملين كمجلس اداره الاتحاد كده، مظبوط يا فندم؟ والله يا كابتن ابراهيم ده هو الكلام الصح اللي المفروض يتقال، يعني سيب الناس تشتغل زي ما هي اشتغلت. النهارده يعني حصل انجاز، وفي نفس الوقت بنتكلم النهارده عن استقالات الناس، يعني طب حتى سيبهم يفرحوا اعضاء مجلس الاداره اللي موجودين يفرحوا بالانجاز اللي اتعمل. لكن انا بقول لحضرتك ما عندناش المجلس الاداره كله ما عنديش مشكله ان هو يمشي، بس يكون اساسا هو السبب في اي مشكله اتعملت. كل تمنياتنا ليكم بالتوفيق، وبشكرك شكرا جزيلا، والف مبروك فوز منتخبنا الوطني النهارده. استاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، خليني اقول لحضراتكم انه كان في اتجاه وكان في نيه تقريبا، كانوا متفقين على الموضوع ده، ولكن بعد الفوز النهارده الناس حست شويه ان هم يعني من حقهم ان هم يكملوا، هيكملوا او مش هيكملوا، المده كلها اصبحت بسيطه للغايه، بنتكلم في 3 4 شهور، ما هياش دي الازمه الحقيقيه. او اذا كنا بنتكلم على يعني مشاكل في الكوره، فاحنا المشاكل بتاعتنا ان هي دايما بتروح للمحاكم وبتروح للقضاء، هي دي المشكله الرئيسيه اللي احنا دايما بنقف عندها ودايما بنتكلم عنها. النهارده الناس اتكلمت بعد المباراه في برج العرب، تعالوا نشوف الناس قالت ايه، وبعديها هيبقى عندنا فاصل بقى عشان نستقبل السوبر بتاعنا النهارده، كابتن محمد يوسف نجم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني والمدير الفني السابق للنادي الاهلي، تعالوا نشوف الناس قالت ايه. الماتش كان كويس، واهم حاجه الحمد لله ان احنا صعدنا امم افريقيا، وان شاء الله عبال كاس العالم. الناس حتى الناس كانت ملتزمه كلها، وكلها نظام، مفيش حد عمل شغب، مفيش حد عمل اي حاجه. ابارك لكل المصريين والحمد لله. الحمد لله. شايف اداء اللعيبه ازاي النهارده؟ كنت شايف انا راضي عن الفريق، رجاله، يعني مش رايي ده لوحده، رايي المصريين كلهم. كان يوم رائع، وكان تنظيم جدا رائع، واهم حاجه حضور جماهير. انا كنت فرحان جدا يعني ان بنلعب كمان على الاخره، تنظيم كويس جدا، ويا رب الجمهور يرجع تاني، ان شاء الله باذن الله. والنهارده شركه فالكون بصراحه تعبت جدا، والجيش والشرطه نظموا المباراه، ما تعبتش وانا داخل وانا طالع، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين ان احنا فزنا على نيجيريا، فريق قوي، ومصر جايه باذن الله في الامم الافريقيه اللي جايه، وان شاء الله في احسن بعد كده باذن الله. بصوا احنا فرحانين جدا بالنتيجه، بس انا عايز اتكلم عن موضوع اهم اللي هو تامين المباراه. المباراه ما كانتش متامنه بالشكل المظبوط، ولكن تعاون الشباب وتعاوننا احنا مع بعضنا خلى ان احنا نطلع من المنظمه دي، بس مش ده التامين اللي احنا مستنيينه، ولا هو ده اللي كنا بنتمناه. الحمد لله النهارده النتيجه بقت 100-100، رمضان قدر ان هو يحول فرحه مصر في هدف، كلنا فرحنا طبعا في فرحه رمضان، غير كده ان مصر كلها في اللحظه ديت كلنا وقفنا وقلنا مصر مصر مصر.
وماله بقى الجمهور لما بقى موجود في الاستاد، وماله لما بناخد الدعم ده والناس كلها فرحانه ومبسوطه. 75 انا اصحابي كانوا موجودين واخواتي كانوا موجودين في المباراه، مفيش حد خارج من الماتش زعلان، مفيش حد حاسس انه اتاذى حتى كمان في الدخول والخروج. والله احنا نقدر نعمل حاجات كتير حلوه، نقدر نعمل ده اذا كنا احنا عايزين نعمل ده، اذا كان في رغبه ان احنا نعمل ده. النهارده الجيش والشرطه زي ما الناس ما اتكلمت ادوا دور بشكل مميز جدا، الناس الامن اللي كانوا بينظموا كمان ادوا دور بشكل كويس جدا، خرجت المباراه في النهايه كلنا مبسوطين وكلنا فرحانين وبنقضي ليله تعتبر من افضل الليالي من سنه 2010. احنا ما شفناش ليله حلوه ليها علاقه بكره القدم، ما رحناش كاس الامم الافريقيه اللي احنا ابطالها اصلا بسبع القاب قياسيه. طيب نتكلم النهارده ازاي، هنشارك مع بعض من خلال هاشتاج بتاعنا اللي هو السوبر اندرسكور المنتخب. احنا متفقين النهارده السوبر بتاعنا هو منتخبنا الوطني اهو قدام حضراتكم على الشاشه. طيب كمان بقى السوبر بتاعنا النهارده ضيفنا هو كابتن محمد يوسف، نشارك ازاي برضو مع كابتن محمد يوسف من خلال صفحتنا على الفيسبوك وكمان خلال صفحتنا على تويتر، هم نفس الاسم برنامج السوبر. وجه سؤالك وجهوا اسئلتكم وتعليقاتكم بالكامل لكابتن محمد يوسف ولمنتخبنا الوطني على هاشتاج السوبر اندرسكور المنتخب، السوبر اندرسكور المنتخب على تويتر وعلى الفيسبوك. هنتكلم في الفنيات وهنتكلم في اللقاء وهنتكلم في منتخبنا الوطني والمرحله اللي جايه تبقى عامله ازاي. لا يخلو الامر من الحديث عن الاهلي والزمالك بكل تأكيد، لأن احنا هنعود بقى مرة أخرى للدوري العام، والدوري العام هيبقى عندنا هنا موجود إن شاء الله بإذن الله. احنا عندنا كل اللقطات بتاعة الدوري المصري هنتكلم فيها وهنحللها، وعندنا كلام كتير جدا جدا. احنا لسه ما عملناش حاجة في السوبر يعني، والشيء بالشيء بيذكر يعني، واحنا بس مش عايز يبقى دمه تقيل. بس احنا بنشكركم جدا، احنا خلال 8 حلقات قدمناهم من السوبر، النهارده الحلقة التاسعة، بفضل حضراتكم وبفضل تفاعلكم اللي على دماغنا من فوق، احنا يمكن 4 مرات او 5 مرات نبقى ترند على تويتر. ده بفضل حضراتكم، وده معناه انه بيزود علينا المسؤوليه كتير جدا جدا، فبنشكركم جدا على ده، وهنحاول قدر المستطاع ان احنا كمان نبقى افضل من كده. وفي حاجات احنا لسه ما عملناهاش، لو حد فاكر ان احنا ده اخر حاجه احنا ممكن نوصل لها في السوبر، فصدقونا لا، احنا عندنا حاجات كتير جدا جدا حلوه لسه ما اتعملتش، بس بنفتح نفسكم واحده واحده، وان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن. بعد الفاصل السوبر كابتن محمد يوسف. محمد يوسف بياخد احدى هجمات القافره الحمراء وبيشوط، ولا بجدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني من السوبر. اليوم الفرحة، اليوم الانتصار، اليوم منتخبنا الوطني بيتمكن من هزيمة المنتخب النيجيري بهدف دون مقابل وبيصعد إلى كأس الأمم الإفريقية بعد غياب من سنة 2010. لنرحب بضيفي اللي مشرفني ومنورني السوبر النهاردة، نجم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني السابق كابتن محمد يوسف. أهلا وسهلا بك يا أبو الكباتن. أنا إبراهيم، إزيك؟ أنا مبسوط أن أكون معاك النهاردة، ومبروك طبعا على البرنامج الجميل الجديد، واتمنى ليك كده دوام النجاح كده والتألق دائما. انا بحب اشوفك وبحب اتابعك وسعيد بيك جدا جدا، وكنا حاجه النهارده موجود معانا في البرنامج ده شرف لينا يا كابتن. الله يخليك، انا اللي اسعد، واتمنى لك نجاح كبير ومتوقع لك ان شاء الله يعني افضل كبيره. ربنا يخليك يا رب يا كابتن يوسف. تعالى نبارك لواحد من نجوم منتخبنا الوطني، بطل الابطال، الراجل ابن الراجل، الوحش اللي ما شاء الله رفع راسنا، ولولا الكوره بتاعته اللي كانت في مباراه الذهاب كان زماننا لحد دلوقتي لسه في نيجيريا. كابتن حماده طلبه يا نجم، اهلا وسهلا بيك والف الف مبروك. ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم، ربنا يخليك، شكرا على المقدمه بتاعت حضرتك دي، ربنا يخليك يا كابتن. ومين مع حضرتك يا كابتن محمد يوسف؟ الله، ده حبيبي حمادة، مبروك. محمد، اخبارك ايه؟ الله يخليك، مبروك، ويعني مبروك 100 مره كمان على الدور الكبير اللي انت بتعمله مع المنتخب او مع نادي الزمالك، وما شاء الله يعني كسرت القاعده بصراحه يعني. ربنا يخليك يا كابتن، ده الواحد بيتعلم من حضرتك يا كابتن. لا ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخليك يا كابتن. شوف بقى، شوف بقى يا سيدي، انا عندي بدل السؤال مليون الف سؤال، انا بس الاول لا ده انت يعني انا عاوز يا استاذ ابراهيم اجي لك والله العظيم، ان انت في مره برضه كده بس حصل ظروف والله، وهاجي لحضرتك ان شاء الله باذن الله. ده يشرفني، ده يشرفني. والكابتن حازم يامبي يمسي عليك. طب سلمنا عليه كتير قوي والنبي. والله عمال تقول معاه ورايا هو عمال بص يقول لي عليك شعر. طب هبقى اخده منك اكلمه الاول. بس الاول بس حماده، انا بالنسبه لي انت قصه كفاح تدرس.
مفيش واحد اتقطع كده، اتقطع في كل حته في الاعلام وبره الاعلام وفي الشارع وفي كل حته وفي كل مكان، ويثبت للناس انه ذكر وراجل وجدع سواء في نادي الزمالك او في منتخب مصر، بتشيل في مباريات صعبه قوي مباراه نيجيريا. والفكره انك كنت قد الثقه لما الجهاز الفني لمنتخب مصر ادالك ثقه والناس كلها كانت ضده، انت كنت جدع. وفي ماتش الذهاب انا لسه كنت بقول لك الكلام ده، الحقيقه كان زماننا لسه لحد دلوقتي في نيجيريا بنعاني الامرين بكوره كانت ممكن تدخل. انا بس عايز اعرف انت تعاملت ازاي مع المواقف اللي من النوعيه ديت، وازاي قدرت تقف على رجلك، ازاي قدرت تثبت للناس عكس خالص ما هم متخيلين ان انت ممكن في يوم من الايام كنت تخذل المنتخب وكنتش واقف على رجلك. والله كده طبعا الواحد اول حاجه بيشكر ربنا على اداء الفتره اللي فاتت ديت، كان في المنتخب او الزمالك. وطبعا يا كابتن الواحد الحمد لله مشى بدعوات الحاجه والواحد الحمد لله يعني بيشكرها على الهوا كده، وربنا رزقني ببنوته زي الفل بقى لها 5 شهور ما شاء الله. هي برضه وش الساعه عليا. بقول الحمد لله طبعا يا كابتن على اداء برضه، مش حماده طب هو اللي عامل كل ده، في نادي الزمالك اللعيبه كلها برضه بتقف جنب حماده طب وكانت بتساندني وكانوا طول الوقت في ظهري. كان في هجوم عليا بطريقه كبيره، بس الحمد لله قدرت ان انا اتغلب على كل دوت. طبعا يا كابتن كل واحد بقول مش مركز في شغله وبيأدي اللي مطلوب منه ربنا بيكرمه. وانا عملت الفتره اللي فاتت ديت كده، وانا بحمد ربنا ما قلل مجهودي مع نادي الزمالك، وقدرت ان انا ابقى اكون اساسي في منتخب مصر، شرف لاي حد اللي هو يكون موجود في منتخب مصر كان بيلعب او ما بيلعبش. ديت بالنسبه لي كانت حاجه كبيره، وربنا بيكلل مجهودي الحمد لله. اللي الفتره اللي فاتت الواحد تعب، قدرت الحمد لله ان انا اكون عند ثقه الجهاز الفني، وبشكر مستر كوبر يعني الراجل بصراحه ادانا الثقه واتكلم معايا وقعد يقول لي انا مش اخدك عشان بجاملك ولا عشان حاجه، انت راجل اجتهدت وانا شايف اللي انت ما شاء الله عليك مقدم موسم مع نادي الزمالك موسم محترم وشايف مجهوداتك. انا قدرت الحمد لله ان انا اكون عند حسن ظن واديت بشكل كويس. وطبعا الماتش اللي هناك كابتن كان ماتش بالنسبه لي انا واحد من الناس، كان بالنسبه لي انا بالذات صعب طبعا، بس انا الحمد لله قدرت الواحد عنده ثقه في نفسه وفي ربنا اول، قدرت الحمد لله اتغلب على كل الظروف وادي بشكل كويس وخير من ربنا الحمد لله. زي ما انت بتقول يا كابتن كل واحد ربنا بيديله على قد تعبه، وانا الحمد لله. فاصل كابتن حماده تليفونه فاصل، طب نحاول نرجع له تاني. نرجع له وانا عايز كمان ادي له حقه. اقول لك ولا لما يرجع معانا؟ ماشي معانا، قول لي لحد ما هو ما يجي. حماده طلبه احد الاسباب الرئيسيه بفوز نادي الزمالك الموسم اللي فات. صحيح، انا بكلمك بصراحه. والله انا مش لعب ادوار اولا عنده ثبات في المستوى، هتلاقي نسبه اشتراكه عاليه جدا تفوق 90% ما شاء الله. كان دور رئيسي جدا في فوز الزمالك بالدوري والكاس الموسم الماضي. وفريرا كان ثقته فيه بلا حدود، يمكن اكتر واحد لعب عدد مباريات يعني نسبه اشتراك في خط الظهر بتاع نادي الزمالك كان حماده طلبه. ففعلا مميز جدا، مجتهد، ما بيتكلمش كتير. عايز اقول لك اكيد عشان يظهر بالمستوى ده، انا ما بشوفوش في التمرين، بس مش ممكن لعيب يظهر بالمستوى ده. 34 سنه كابتن. نعم 34 سنه. لا ما هو السن خلي بالك. انت بعد طب هو رجع تاني بقى، حضرتك اساله بقى وادي له حقه. يا كابتن حماده، كابتن محمد يوسف كان عمال بيقول فيك قصائد. هو الكلام اللي قاله انا هضيف عليه بقى، عايز اقول له حماده انت معانا؟ ايوه معاك يا كابتن. ما شاء الله. طبعا عن نفسي انا متابعك من ايام ما كنت في اسمنت السويس. عارف يا كابتن، وعارف انت كنت بتتكلم عليا كويس وكنت عاوزني معاك، وانا كان شرف ليا ان انا اكون مع، والله كنت نفسي. لكن ما حصلش. الواحد نفسه يتعلم منك يا كابتن. طبعا طبعا يا حبيبي، انا 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 بقول لك لسه كنت بتكلم مع ابراهيم دلوقتي لما حصل انقطاع في التليفون. انت احد الاسباب السنه اللي فاتت في نادي الزمالك ان الزمالك يفوز بالدوري والكاس كان حماده طلبه. مش عشان انت موجود معانا، بس ده فعلا حق ليك، لان انت اولا نسبه اشتراكك، نسبه المشاركه بتاعتك عاليه جدا كانت. ده حاجه. تاني حاجه كمان ان فريرا من المدربين يعني حط ثقته فيك بشكل كبير جدا، وكنت انت عند قد الثقه دي، وكان الثبات بتاعك في ادائك على طول باستمرار، على طول بتدي 8-9 من 10، وفي مباريات كنت بتديها باعلى من هذه الدرجه. فدي طبعا انت يعني نحييك، وسيبك من السن خالص. لسه ابراهيم بيقول لي ما شاء الله 35 ولا 34 ولا 33. 33. سيبك من السن خالص، انسى السن ده، لان عندك امثله
وائل جمعه لعب ل 36 وفي لعيبه لعبت ل 37 وكابتن اسامه عرابي في النادي الاهلي اللي هو مدرب عام النادي الاهلي دلوقتي لعب 38 قال لك كابتن اسامه عرابي قال لك مانيش ماشي من الملعب ولا بيشيلوني زحف فانت شيل موضوع السن ده خالص شيل موضوع السن ده انت ما شاء الله قلت كلمه كابتن التمرين بس ما انا قلت له اهم حاجه في حياتي برافو عليك انا قلت له انت عارف قلت له ايه قلت له انا ما بشوفوش في التمرين انا ما بشوفش حماده طلبه في التمرين بس عشان يلعب بالمستوى ده وتعمل السبرنت ده اللي اتعمل في ماتش نيجيريا في كادونا وتشيل الكره دي بالشكل ده اكيد راجل بيتمرن بجديه وبيتمرن باحترافيه عاليه جدا يعني صحيح انا عايز اسالك سؤال هو الاصابه اللي كانت فيك دي من كان فعلا من التدخل مع الكابتن حسام غالي ما كانش من الكره اللي انت شلتها لا دي كان التدخل بتاع الكابتن حسام زي ما تقول انا قطعت الكره كابتن وهو ما شافنيش هو كان كنت انا جاي من ورا هو بيحسب اللاعب بتاع نيجيريا هو اللي دخل هو عاوز يعمل تاكلين عم دخل انا في قصبه رجلي بس الحمد لله يعني كانت طبعا بس قدرت الحمد لله انا اكمل عليها يعني كابتن يعني طيب. كنت حاسس ان انا كنت قادر وكملت عليها انا عايز اسالك سؤال بقى في قصه ان انت راجل اصلا ده مش مركزك مركز الباك ليفت وبعدين بعدين اكيد صبري رحيل قاعد جنبك اكيد برضو يعني انت مخلص عليه يعني انت اكيد الراجل مش هضمها لك يعني صبري قال لك حاجه كان بيتكلم معاك يقول لك حاجه ولا والله العظيم صبري ده من الشخصيات اللي انا جميله صبري الملك هو عبد الشافي بالنسبه لي كان اقرب اتنين ليا ايوه يعني صبري وعبد الشافي اقرب اتنين ليا هو صبري لعب معايا في الزمالك ايوه صبري والله العظيم يا كابتن اقسم بالله من قبل الماتش عمال يشجعني وعمال يحفزني ويا طول بخليك مش عارف زي الماتش اللي فات ودخلت بين الشوط قاعد يحفزني يعني صبر من الشخصيات اللي هي ما شاء الله مش حامل صبري بس بص يا كابتن يعني انا النهارده عاوز اشكر كل الناس اللي كانت بره الماتش كل اللي بره الماتش يا كابتن كانوا بص يا كابتن بصراحه قلبهم على قلب المنتخب وفرحانين وتشوف الدكه النهارده عامله ازاي يا كابتن يعني كنا في هدف عاوزين نوصل له والحمد لله كابتن قدرنا نوصل له وبصينا للجمهور يا كابتن يعني النهارده الجمهور بصراحه انا عاوز اشكرهم حاجه تفرح يعني واحد النهارده شاف الجمهور والله يا كابتن انا كنت صعبان عليا الجمهور ده كله يطلع زعلان اللي انا شفته النهارده بصراحه كده حماده بكلم معاك بقى في نقطه ليها علاقه بنادي الزمالك انت عاده خلاص بينتهي في نادي الزمالك ولا لسه لا لسه لي 6 شهور كده لسه لك قد ايه 6 شهور هتجدد اكيد الناس عمرها ما هتسيبك وانت بقيت وحش أكيد. الوحوش لا اكيد طبعا ده نادي الزمالك بيت يا كابتن وانا ليا الشرف ان انا بلعب في نادي كبير زي نادي الزمالك وبصراحه نادي الزمالك اللي فضل عليا كبير جدا يا كابتن عمره ما انساه يعني صحيح دينا بقى حزوم بقى نسلم عليهم بريك عمال يضرب فيا عاوز ياخد التليفون دول بيحبك قوي يا كابتن خلي بالك والله ده حازم ده شخصيه جميله والله مفيش حد بيحبه والله عمال يشكر فيك قوي والله يا كابتن الدهون يا كابتن اتفضل اهو يا كابتن يا نجم وعليكم عليكم السلام ازيك يا نجم ازاي حضرتك يا كابتن عامل ايه يا كابتن الف مبروك يا كابتن حازم الف مبروك ربنا يخليك يا زبريز والله مبسوطين بيكوا جدا والله رفعتوا راسنا النهارده والواحد حاسس بيكوا ان انتوا كلكم مفيش اختلاف يعني كلكوا حاسين انه منتخب مصر اهم حاجه يصعد الناس اهم حاجه عندها الشغل دي اللي كانت مميزانا والله الماتش اللي هنا والماتش اللي هناك الناس كلها يعني كل واحد مش باصص لنفسه كلنا باصين لمنتخب مصر ان الاولويه ان احنا بقالنا 3 مرات ما نروحش بطوله افريقيا واسم منتخب مصر اسم كبير في افريقيا ما كانش ينفع ان احنا 3 مرات ما نروحش فكلنا بصراحه يعني اللعيبه اللي كانت موجوده كلها والله كلهم رجاله سواء اللي كانوا في الملعب واللي بره الملعب فربنا النهارده الحمد لله بيكرر يعني ربنا بيكررنا قدام منتخب كبير زي منتخب نيجيريا الناس كلها بتلعب في الدوري الانجليزي يعني نعمل مباراتين كبار الناس كلها تتكلم عليهم فالحمد لله رب العالمين المنتخب ادى الماتشين بالصوره دي وربنا كرمنا الحمد لله كده بص انا من نبره صوتك كده ومن فرحتك ومن سعادتك يعني كنت هسالك سؤال بس الحقيقه يعني كنت هقول لك انت مش فارق معاك ان انت تلعب او ما تلعبش بس انا فهمت خلاص فاهم انه انتوا مركزين كنتوا جدا في مباراه الذهاب ومباراه العوده ومش فارق مع حد فيكم انه يلعب او ما يلعبش ما فيش فكره انه طب انا ازاي مش هلعب طب المفروض مين فلان الفلاني طب مين اللي هيلعب عليا ده انا كنت المفروض انا اللي العب او احق منه بده الحقيقه ده واضح حتى كمان من نبره صوتك يا حازم لا والله ابراهيم زي ما بقول لحضرتك كان عيب ان احنا بقى لنا 3 مرات ما بنروحش بطوله افريقيا وان ما فيش حد بقى يذكر الجيل ده خالص يعني كله بيذكر الجيل اللي خد 3 بطولات طبعا الناس عندهم حق فاحنا نفسنا نعمل حاجه لنفسنا يعني نفسنا نعمل حاجه للجيل ده الناس تتكلم علينا زي ما اتكلمت على الجيل اللي فات فكله كان نازل عنده انكار ذاتي ان احنا عايزين حاجه لمنتخب مصر حتى عايز يعمل حاجه لنفسه والله
ربنا يبارك لكم يا رب ويحفظكم، وانتوا فرحتونا النهارده بسطوا. مين جنبك تاني مبارك له؟ لا لا ده احنا الاثنين بس. انتوا الاثنين بس بتتامروا على مين طيب؟ بتتامروا على ايه؟ لا والله دي صوت والله. ربنا يكرمكم ويوفقكم، وانا مبسوطين بيكم جدا جدا، رفعتوا راسنا، وكل مصر مبسوطه بيكم يا كابتن حازم. ربنا يخليك يا رب يا زبريم، ربنا يخليك يا رب. شكرك شكرا جزيلا، وكل تمنياتنا لكم بالتوفيق ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه كابتن حازم امام، نجم منتخبنا الوطني ونادي الزمالك. الروح حلوه، فتحس انه ده طبيعي ان احنا نوصل. هي ميزه يعني انت بتتكلم في نقطه قلتها دلوقتي، وهم الجيل ده محتاج فعلا يعني محتاج ان هو يعني يحب بعضه، محتاج ان هو يحط ايده في ايد بعضه على اساس ان هم يعملوا حاجه. احنا غبنا بعد تالق في افريقيا وتربع على عرش افريقيا 2006 و2008 و2010 برضه خدنا 6 سنين زيهم 12 و13 من 2010 لغايه 2016 النهارده. انت عامل غطس اديك بتقول اهو، فثلاث دورات متتاليه. فانت النهارده في ايد يعني اللي بيتعمل النهارده والوصول للجابون 2017 دي بدايه للجيل ده انه يقدر فعلا يقول احنا نقدر نعمل حاجه لمصر زي الجيل اللي هو بتاع الثلاث دورات المتتاليه. فاعتقد ان قدامهم كتير، هم لسه يعني انا عايز اقول النهارده احنا فرحانين ان احنا صعدنا لامم افريقيا لان جايه بعد ثلاث دورات متتاليه. لكن انت الاول قبل كده ابراهيم كنت صعودك لافريقيا عادي ما بتتكلمش فيه، انت عارف بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم هناخد البطوله ولا طب نلعب نهائي ولا هل هنلعب بقى نهائي الدوره. يعني لما خدنا 2006 قلنا دي ايه على ملعبنا فلازم نفوز بيها. 2008 قلنا ايه؟ طب على الاقل بقى ده احنا لازم نوصل نهائي، خدناها من غانا. 2010 نفس الكلام. فالحته اللي انا بقولها ان قدام الجيل ده يعني مشوار طويل، اعتقد ان لابد ان نفكر في الفوز ببطوله الامم. طيب يعني الفوز انا هاخد من كلام حضرتك ده بس لاني عندي سؤال فيه مهم، لكن خلينا نروح للهاشتاج بتاعنا على تويتر ونشوف ناس بعت لنا حاجات كتيره جدا، الناس كلها فرحانه. محمد ميدو عطله بيقول لو جاهز معاكم ماشي انا ممكن اقرا من عندي اللي انتوا عايزينه عشان ما تقولوش ان انا برقصكم. ميدو عطله بيقول ابو تريكا النهارده النهارده رمضان جاب نفس الجول بتاع ابو تريكا في اورلاندو السوبر المنتخب. محمد ابن الحاج سيد انا شايف النهارده الصوره كويسه ما شاء الله، ايه راي حضرتك كابتن في كوبر وخطه المنتخب وهل تغيير رمضان في محله والهاشتاج بتاعنا السوبر اندرسكور منتخب، ايه راي حضرتك كابتن؟ كوبر النهارده اعتقد انه يعني عمل شهاده خد الفيزا خد الختمه طيب كويس. البدايه النهارده يعني البداية. النهارده هيقدر يشتغل الفتره اللي جايه بارتياحيه اكتر بثقه اكتر بتقبل بالنسبه للجمهور المصري وقدامه ارض بقى يقدر يشتغل عليه ويقدر يعمل انجازات اكتر. يعني مصطفى بيقول مبروك لمصر اخيرا بعد حل اتحاد الكره هنصعد ونجوم اللقاء هم رمضان وحجازي وربيعه والنني والقائم الايسر، انت فين يا كابتن محمد وهتدرب فين؟ يعني هو طبعا بالنسبه هبتدي من اخر حته طبعا آخر حتة. التدريب لسه يعني انا كان جالي اكتر من عرض الفتره اللي فاتت من بعض انديه الدوري الممتاز لكن يعني اعتذرت. انا عارف شويه اقول ولا ليهم؟ نعم انا عارف شويه من اللي جولك اقول. لا بلاش عشان برضو احنا احتراما للناس واحتراما للمديرين الفنيين اللي شغالين وحتى للمجالس اداره او الناس اللي تفاوضوا معايا من الانديه يعني. لكن اللي انا بقوله ان شاء الله ده بعد ما اخلص يعني معاك المنتخب في النص الثاني عندي معاك حوار مهم قوي. ده انا في حاجات عرفتها عليك فيها. خلينا في المنتخب. خلينا في المنتخب الاول. الجزء الاولاني بقى كان بالنسبه للمنتخب قال عشان كوبر ما خدش مبروك اخيرا مصر بعد حاله تعالى هنصعد نجوم اللقاء رمضان. طبعا انا متفق رمضان حجازي وربيعه النني رغم ان النني المباراه الاولى كان احسن كتير من المباراه الثانيه. القائم الايسر طبعا انا متفق معاه، التوفيق كان في المباراه النهارده ومباراه كادونا كان في توفيق كبير جدا لمنتخب مصر. ما بيحالفش غير الجدعان. مظبوط انا معاك انا معاك ودي نقطه لابد ان يعني نبقى فاهمينها كويس قوي. حتى الجون اللي جابه رمضان في توفيق فلابد النيه صافيه. ما هو دي انت بقى بتقول ايه؟ بتقول ان في حب في تكاتف في رغبه شديده جدا ان الجمهور النهارده 75,000 منظر يفرح جدا اللي حصل النهارده ده من ضمن الحاجات اللي باسطه الناس وخليه مصر كلها نايمه مبسوطه ان
75,000 تجمعوا في الاستاد مفيش مشكلة واحدة لا في دخول ولا خروج ولا اثناء ال 90 دقيقة في المباراة. فدي حاجة حاجة تفرح يعني. بص الصورة بص الصورة من اولها لاخرها. لا ما بص يعني احنا لما بنحب ونركز ان احنا نعمل حاجة بنعملها. ولما بنحب نبوظ الدنيا ونطلع بره السيناريو او بره النظام بنبوظ الدنيا. فعايز اقول لك ان دي كلها حاجات فعلا كملت بالثلاث نقاط بتوع النهارده يعني. طيب تعالى نرجع تاني للهاشتاج بتاعنا ولتويتر. حلو السؤال ده وحلو الطلب ده. محمود بيقول لك نصيحه منك لرمضان صبحي الفتره اللي جايه. حضرتك دربت رمضان ولا ما رمضان دربته طبعا. وكان اول مباراه لي معايا كان يعني اول مباراه لي في الدرجه الاولى في النادي الاهلي كان معايا في مباراه المحله اللي كانت في استاد القاهره فزنا بيها 1-0. فدي ابتديت بيه المباراه يعني بعد فتره يمكن قليله قوي كان بيتدرب مع الفريق الاول يعني حسيت عنده ثقه عاليه. لو انا حبيت انصحه حاجه واحده ممكن اقولها له التواضع. تواضع دايما خليك متواضع. كل ما هتتواضع كل ما ربنا هيديك اكتر وكل ما انت هتتالق اكتر وكل ما انت كل ما النعمه ما تزيد كل ما تطيلها اكتر. مظبوط مظبوط. التواضع حاجات كتيره جدا. كل ما هو هيتواضع هيتمرن احسن وهيركز اكتر وهيدي الكره احسن بشكل اكبر والكره هتديله الكثير يعني. طيب نروح تاني لنجوم منتخبنا الوطني ومعانا على التليفون نجم منتخب مصر النهارده كابتن مروان محسن اللي ابتدى النهارده التشكيله واللي كان موجود في مباراه نيجيريا في مباراه الذهاب واللي الراجل لما اتكلم عنه في اوضه اللبس قال لهم بصوا على مروان بصوا على الشورت بتاع مروان في الفتره اللي نزل فيها كان مليان طينه. ده ان كان بيدل على شيء بيدل على ان الراجل جدع وان الراجل عايز يعمل حاجه لمنتخب مصر وبيشتغل لصالح الخطه ولصالح المطلوب منه حتى ولو كان الوقت قليل. ده ادى ثقه لمروان بشكل كبير جدا وخلاه النهارده يبتدي اللقاء. يا كابتن مروان اهلا وسهلا بيك والف مبروك. حبيبي ربنا يخليك على كلام جميل ده ابراهيم ويرفع لك يا احمد يوسف. صوت. مبروك يا مروان. مبروك يا مروان الف مبروك. مبروك على النهارده ومبروك على مستواك كمان في الدوري. بصراحه لعب دور كبير جدا مع الاسماعيلي وما شاء الله على مستواك يعني. انا عايز اطلب منك طلب. ممكن توطي التلفزيون لو قدامك تلفزيون لان الصوت عندي بعيد قوي. لا انا في الطريق مش في التلفزيون. طب كويس انا كده سمعت. يبقى انت علي صوتك بقى شويه عشان احنا مش سامعين. ممكن طيب ببارك لك طبعا بكل تاكيد النهارده على المكسب وعلى صعود منتخبنا الوطني. انما عايز اسالك احنا بالنسبه لنا مثلا اتفاجئنا يعني. انا كنت بتكلم مع كابتن اسامه نبيه انه مروان يبتدي النهارده اللقاء على حساب احمد حسن كوكا. انت كنت مجهزينك وكانوا محضرينك ومفاهمينك النهارده ان انت هتبتدي اللقاء ولا لا يا كابتن مروان؟ ده انا بنشتغل في التمرين وكل حاجه بنعرف المحاضره يوم الماتش يعني. مش حد بيعرف. اي حد طبعا يبقى موجود ده شرف لاي حد طبعا بينزل يأدي. واي حتى لو انا قاعد بره يعني انا بتمنى الخير لزميلي واي حد يلعب يأدي وكله صلاح مصر يعني. بس انا دي متفرقش معايا يعني. طيب عايز اتكلم على مباراه الذهاب ومباراه العوده. دورك فيها كان ايه في مباراه الذهاب والدور اللي انت عملته في مباراه العوده؟ مفيش. انا نزلت طبعا كان اول ما نزلت يعني قبل ما انزل كده كنت دخل طبعا فده يعني كان في توتر شويه برضه وانا نازل كده. بس فكنت نازل انا متحمس يعني ان لازم يعني نجيب تعادل او نكسب ان شاء الله. الحمد لله احنا قدرنا جبنا التعادل هناك طبعا. كان فرحه غريبه يعني. والحمد لله على ادائنا هنا طبعا مع الكاميرات لو احنا ننزل نكسب يعني فرح الناس دي اللي هي بس طبعا. والحمد لله احنا قدرنا المجهود ده. احنا كنا رجاله كلنا النهارده الحمد لله. عايز اعرف منك مدى التناغم ومدى الاتفاق ما بينكم وبين بعض كلاعيبه منتخب النهارده. احنا بنشوفه وبنحسه وبنلمسه لكن انتوا بالنسبه لكم كنتوا بتتكلموا مع بعض النهارده قبل الماتش ازاي؟ ومباراه مهمه جدا كانت ومصيريه بالنسبه لنا يعني. طبعا احنا بنتكلم طبعا احنا لازم نتكلم يعني اللعيبه كلها قاعدين كل مره كل يوم بنتكلم وبنتكلم محاضره ونقعد نتكلم ولازم نبقى رجاله ولازم يعني الماتش ده هو ده الفيصل بتاع لينا يعني. والحمد لله كنا رجاله اللعيبه كلها سواء بشكرهم طبعا بالذات الخبرات الكبيره طبعا اولى الفرقه طبعا. والحمد لله يعني على المكسب النهارده ده ودينا نفرح الجمهور ده كله يعني الحمد لله. مروان انا طبعا مشرفني في الاستوديو الكابتن محمد يوسف. الكابتن يوسف كان عايز يبارك لك وعايز يسالك طبعا بكل تاكيد. اتفضل يا كابتن يوسف. مروان طبعا مبروك وزي ما انا قلت لك ما شاء الله يعني انت يعني الموسم ده عامل حاجه عاليه جدا مع الاسماعيلي وده الطبيعي ان انت تكون يعني مهاجم المنتخب اعتقد الفتره الجايه يعني. طبعا طبيعي جدا ان انت بتلعب يمكن اول مباراه
دوليه مع المنتخب الاول، مش هتبقى زي مثلا زي ما بتلعب في الاسماعيلي، بتلعب بثقه، بتلعب بارتياحيه، انت حاسس ان انت ال 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 يعني الورقه الرابحه بتاعت الاسماعيلي. فاعتقد لما توصل الحته دي مع منتخب مصر اعتقد ان انت هتادي دور كبير جدا ومن احسن المهاجمين حاليا في الدوري المصري، يعني ما شاء الله عليك. فاتمنى ان انت ان شاء الله تداوم، والفرصه ان شاء الله في البطوله اللي جايه، بطوله الجابون، هيبقى ليك دور كبير يعني. ربنا يخليك يا كابتن، وشكرا على الكلام الجميل ده، والله تسلم يا كابتن، وان شاء الله ده حسن ظن للناس يعني ان شاء الله الفتره الجايه في المنتخب يعني باذن الله. مروان سامعين عن مفاوضات لنادي الزمالك معاك، كلام صحته من عدمه ايه؟ لا مش مركز انا والله، يعني شرف لاي حد يلعب في الزمالك والنادي الاهلي طبعا، فانا مش انا في نادي الاسماعيلي حاليا يعني. طيب سمعنا كده انه في اصابه، انت مصاب فعلا ولا ايه؟ انا مخبوط اهو، اروح اعمل اشعه ان شاء الله بكره كده، ربنا يستر ان شاء الله. مخبوط في ركبتك؟ في القصبه تحت شويه كده. ده كان في اي تدخل ده؟ اللي دخل الكوره اللي في نص الملعب، اللي دخل فيها كده ستارت ده اللي طلعت فيها دي وقتها. طيب انت الحمد انت لله. انت المفروض رايح تعمل اشعه امتى؟ هو دلوقتي بكره ان شاء الله. طب نطمن عليك ان شاء الله باذن الله، وترجع بالف سلامه وتبقى موجود مع فرقتك، وكمان نستمتع بيك مع منتخبنا الوطني ان شاء الله باذن الله. حبيبي يا دكتور، ربنا يخليك. اشكرك شكرا جزيلا يا مروان. مروان محسن مهاجم منتخبنا الوطني النادي الاسماعيلي، حقيقه برضو من الناس اللي اشتغلت على نفسها. يعني مروان مر فتره صعبه جدا لما كان في البرتغال، مروان كان في بتروجيت كان مميز جدا، وكان يعني من المهاجمين المميزين. بعد كده حصل له فتره لما جاء يعني اصابه ومرض، وكان يعني مر بظروف كده، وبعد كده طلع على البرتغال. لكن فعلا اعاد اكتشافه تاني، واعاد اكتشاف نفسه، واشتغل على نفسه زي ما انت بتقول في الاسماعيلي، وهو اساسا منتخب اولمبي، خلي بالك من المتربيين جوه المنتخبات، لعيب منتخب يعني. لا ولعب اولمبيات، كان مميز جدا في الاولمبيات. المشوار بتاع هاني رمزي مع منتخب الاولمبي كان بيعتمد عليه بشكل كبير جدا. فمروان من المهاجمين اللي عنده كمان رصيد دولي، يعني على يعني لعب دولي من خلال منتخبات الناشئين ومنتخب الاولمبي يعني. طيب نرجع تاني للهاشتاج بتاعنا على تويتر، علشان بعد كده بقى انا عندي اسئله كتير جدا في التحليل الفني ليها علاقه بالمباراه. اسامه بيقول اسال كابتن يوسف مين اكتر لاعب تتمنى الاهلي يضمه؟ حاليا محمد صلاح. نعم نشتريه من روما. احنا جايبين مارتن يولي، يعني انت بتضحك ليه يعني؟ الراجل هسيب روما ويجي يلعب هنا في مصر تاني؟ مش احتراف. احتراف؟ لو ادينا له، لو ادينا لصلاح زي اللي بياخده في روما هيجي يعني. عمره هيجي يا كابتن. وبعدين ما احنا جبنا مارتن يولي. لا انت بتقول لي مين انت ما حددتش. لو بتحلم صلاح. يعني لو محمد صلاح. بس انت بتتكلم على يعني لو انا طلعت المحترفين بره. راي مروان محسن. طيب احمد محرم بيقول شايف مين كان يستحق يبقى في المنتخب وممكن يفيد الفريق لو انضم في الفتره اللي جايه؟ وليد سليمان. وليد سليمان اشمعنى؟ وليد سليمان لعيب طبعا بيحط رتم عالي جدا بالنسبه سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر. من اللعيبه المميزين جدا تكتيكيا، يعني عالي جدا، بينفذ بياخد الدور او الواجب او التعليمات اللي بيديها له المدير الفني، وبيقدر ينفذها بطريقه فيها ذكاء عالي جدا، فيها ابتكار عالي جدا، بيطلع حتى هو لما بيطلع بقى حاجات من عنده ملتزم جدا، بيطلع حاجات بقى من عنده فعلا تدل انه لعيب منتخب او دوره او توظيفه يبقى في اي حته في المنتخب. لا ممكن وليد ممكن يلعب كذا حته، ممكن وليد يلعب في اطراف الملعب. هو بيلعب كمان اداؤه التكتيكي لو انت عايز تلعب بره ملعبك بشكل مثلا يكون فيه كثافه، يعني اداء دفاعي هجومي. وليد سليمان من اللعيبه المميزين يعني. لكن هو بس بعض الاصابات اللي بتجيله الفتره الاخيره دي، لكن لما بيبقى ماشي بانتظام لا طبعا بيفرق جدا في اداء النادي الاهلي يعني. طيب احنا فتحنا كمان لحضراتكم التليفونات تتكلموا عن منتخبنا الوطني وتقولوا لنا النهارده رايكم فيه ايه، وتسالوا الكابتن محمد يوسف اي حاجه ليها علاقه بالتحليل الفني وليها علاقه باللقاء. انا خليني اسال حضرتك بقى يا كابتن، احنا دايما بنتكلم على ماتشين اصعب من بعض، والفتره او المده الزمنيه ما بينهم صعبه جدا قليله جدا، وانتوا دايما تقولوا لنا انتوا كفنيين وكنجوم كره قدم انه تصحيح الاخطاء في وقت ضيق ده حاجه شبه مستحيله. انا يمكن بحاول العب مع اللعيبه على اللي انا محفظه له واللي انا مذاكره له من فتره. ما بين مباراه الذهاب وما بين مباراه العوده، ايه اللي فرق في اداء منتخبنا الوطني وايه اللي خلاه النهارده يفوز على المنتخب النيجيري؟
بص هو الموضوع كله في تركيز يعني انت من المباراة الاولى في تركيز عالي جدا ان مباراتين نيجيريا هم دول اللي هيحسموا تأهلك للجابون امم افريقيا في الجابون 2017 ففي تركيز عالي جدا واضح كوبر وانا قلت يمكن قبل المباراة الاولى قلت ان حتى الان يعني كوبر ما قدمش اوراق اعتماده للجمهور المصري ما ظهرش يعني لسه الجمهور المصري ما عارف انت شغال وكسبت تنزانيا وكسبت تشاد وبتعمل مباراه وديه برضو مباراه وديه كان عليها علامات استفهام بنلعب برضو حاجات بعيد عن يعني مثلا تروح العب مع مستوى رابع في اسيا مثلا مش عايز اذكر اسامي وبعدين انت بتلعب عندك مباراتين مع مستوى اول في 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 في, في, في افريقيا لسه انما المباراتين دول بصراحه ادوا اعتماد ويمكن انا قلت لك ايه خد الختم من هيبدا بقى يشتغل هيبدا بقى يعني نشوف بقى كوره هو نفسه كسبان ثقه يعني هو هيكسب ثقه الجهاز بتاعه هيكسب ثقه اللعيبه كسبانه ثقه احنا كمان يعني هقول لك على حاجه برضو هو واضح انه مشغل بنظام هقول لك ليه لما تيجي تبص النهارده في الملعب والمباراه الاولى اللعيبه اللي لعبت كلها اللي بدا بيها المباراه كلها لعيبه ما لعبتش امم افريقيا قبل كده نجيب لك التشكيل ماشي ما هو التشكيل شناوي وعمر جابر ربيعه حجازي حماده طلبه ونني وابراهيم صلاح انا حافظ التشكيل اقصد اجيب لك على الشاشه لا انا قصدي ايه ان ما فيش ولا واحد فيهم لعب امم افريقيا قبل كده فمن هنا تعرف ايه تعرف استراتيجيه الراجل استراتيجيه الراجل عايز يعمل جيل او عايز يكون ما في يعني هم دول النجوم بتوعنا النهارده باختلاف اعمارهم يعني خلي بالك فيهم ناس 30 وناس 31 وناس 20 وناس مثلا ابراهيم قصدي رمضان صبحي 19 سنه عايز تقول ان هم عطشانين اولا عندهم الدافع ان هم يروحوا امم افريقيا دي نقطه النقطه الثانيه انه شغال باستراتيجيه انه عايز يبني تيم للمستقبل عايز تيم يلعب 7-8 سنين لقدام 10 سنين لقدام فاهم قصدي ازاي فالنقطه دي برضو من الحاجات اللي تديك تنبيه ان الراجل ده شغال باستراتيجيه مش شغال يعني طيب بدون خطه خلينا يعني. ناخد السيناريو الثاني السيناريو البايخ السخيف اللي احنا دايما يعني بنبعد عنه النهارده لا قدر الله كانت الكره اللي جت في الايام دي دخلت منتخب مصر ما كانش صعب كانت تتفتح للراجل ملفات تانية ملهاش علاقه خالص بالمكسب ولا الانتصار الملف الاولاني يقول لك طب انت ما خدتش حسام عاشور ليه حسام عاشور ده مسمار نص ملعب النادي الاهلي ولاعيب مهم جدا وانت عاند معاه مش عايز تاخده لا قدر الله لا هو مش كمان هيقول غير دي هيقول لك طب ما انت معاك حسام غالي ما لعبتوش ليه وكوكا ليه خرجته ونزلت مروان من البدايه وصبري رحيل ليه مش ناحيه الشمال مش حماده طلبه هو انت ليه ما كنتش طمعان في الماتش طب خلي هقول لك على واحنا كابتن بنحلل انا بسالك صريح يعني احنا بنحلل الاداء ولا بنحلل النتيجه ولا احنا بنحلل مجموعة أهداف إحنا عايزين نوصل لها في النهاية. ده إحنا عايزين إيه؟ مصر حل النتيجة. حل النتيجة. نتيجة يعني أنت بيبقى بناءً على النتيجة بتتكلم على اتجاه معين. نتيجة بتوديك على اتجاه. صفر صفر ولا خسرت 1-0 ولا كسبت فحسب فأنت ده خلينا واقع وخلي بالك في دول كتير جدا الموضوع النتيجة ده بيلعب دور كبير. عايز اقول لك على حاجه انت النهارده بتقول لو الكره اللي جت في القائم او الكره اللي طلعها حماده طلبه في المباراه الاولى مثلا كانت زمان الناس دلوقتي عماله بتقطع في المنتخب ما كانش حد فرحان وهو مبسوط يعني ما تقدرش انت كواحد فني او كلاعب او مدير فني او مدرب او شغال في تقعد تفكر بالشكل ده لاني كده طب ما انت ما هي الكره طب والكره اللي مثلا ضيعها النني اللي ضيعنا كتير ضيعنا كتير محمد صلاح يعني فاهم قصدي ازاي فعبد الله السعيد الكره بتاع كوكا اللي انا عايز اقوله ان انت بتشتغل بتبذل مجهود هو الراجل واضح انه بيبذل مجهود واضح ان هو في يعني شكل وخطه شغال عليها واستراتيجيه شغال عليها وبالتالي التوفيق بيجي له التوفيق بيجي بس انا عايز اقول ايه عايز اقول ان هو لازم او مش احنا لازم هو مش لازم احنا لازم كاعلام مصري واتحاد الكوره ولازم يعني ايه يديله شكل او يديله دعم دي نقطه ويقدم له المساعده في تجهيز مباريات قويه انا نفسي منتخب مصر يلعب على
يعني مباريات دوليه على عيار عيار لا عيار اللي هو زي تونس وزي المغرب وزي الجزائر. بس انا هقول لحضرتك نلعب مع مستوى تاني في اوروبا. يعني نفسي نلعب مع مستوى تاني مستوى تالت يا سيدي في اوروبا. امريكا الجنوبيه ما لعبنا قبل كده مع تشيلي. انا هقول لحضرتك المشكله بتاعت الموضوع ده ايه. لكن معايا دلوقتي كابتن ابراهيم صلاح نبارك له سوا. ابراهيم صلاح جميل حد جميل. يعني جامد قوي في ما شاء الله عليه. كابتن ابراهيم ازي حضرتك؟ ازي كابتن محمد؟ ابو خليل الف مبروك. مبروك ابراهيم. الله يبارك فيك. الله يخليك. مبروك وعامل اداء رائع وربنا يقويك في سموحه كمان وتستمر كده على التألق ده يا رب ان شاء الله. طبعا مبارك. الله يخليك. الله يخليك. الف مبروك يا كابتن ابراهيم. سعداء بيكوا النهارده وسعداء بالنتيجه والفوز وبشكل شخصي كمان بالنسبه لادائك في ارتفاع مستمر مع منتخبنا الوطني. برضو ضربت مثال مهم جدا جدا رحيلك من نادي الزمالك وجودك في سموحه لم يبعدك عن تشكيله منتخبنا الوطني. انت واحد دلوقتي من الركائز كان تحدي كبير ليا والله الموضوع ده ان انا امشي من نادي الزمالك اروح لسموحه. فكان تحدي كبير بالنسبه لي ان انا لازم اكمل يعني في الطريق اللي انا ماشي فيه. فانا كنت مصمم ان انا اكون موجود بشكل اساسي بلعب في فريق سموحه بشكل اساسي عشان اكون موجود برضو. انت حسيت ان بقائك في نادي الزمالك كان ممكن يحول شويه دون وجودك مع المنتخب عشان لازم يلعب؟ حسام كنت شايف كده ان انا ما كنتش هلعب معاه. هو كان شايف وجهه نظره فنيه ان انا بعيد او كده فما كنتش هلعب معاه. فبالتالي ما كنتش هبقى موجود في الاساس في المنتخب. اصعب وقت النهارده مر عليكم في الماتش كان امتى وانتم بتلعبوا؟ على فكره يعني يمكن من مميزات فرقه نيجيريا نص ملعبها يعني مليان وحوش. يعني كفايه جون اوبي ميكيل لوحده. بنلعب بطريقه او الراجل بيتكلم معانا. لا صوتك بعيد قوي يا كابتن ابراهيم. حاول تقرب السماعه شويه. صوتك بعيد قوي. بنلعب بطريقه يا كابتن ان احنا يعني نفس الطريقه من اول الدقيقه للدقيقه 90 لازم نحافظ على الاسلوب اللي بنلعب بيه. فبعض الناس ممكن ما يعجبهاش طريقه اللعب شويه لكن احنا كتكتيكيا بنبقى يعني كنا متفقين على طريقه لعب معينه بنادي بيها. طبعا خط النص عندهم يعتبر اقوى المراكز عندهم. كمان حاجه خطيره جدا ان معظم اللعيبه بتبدا تتحرك في الحته اللي هي بالنص الملعب والمدافعين بتوعنا. فده اخطر مكان موجود في الملعب بالنسبه لنا. فكان بيبقى علينا مشكله كبيره ان انا اقدر اقابل الديفندرات او ابص في ظهر اللعيبه اللي بتيجي تتحرك في الظهر والعمق. حاجات كتير كانت بتيجي علينا. لكن الحمد لله ادينا مباراه كبيره. اللعيبه النهارده كان عندها روح قتاليه عاليه. الجمهور والشكل اللي شفناه في الملعب كان عندنا حماس جامد جدا. بدانا كمان ضيعنا فرص كتير النهارده. كان ممكن نقدر من الشوط الاول نجيب جول او اثنين. فالحمد لله على النتيجه. طبعا ده مجهود اللعيبه كلها تحت ربنا كافئنا بالنتيجه دي. وان شاء الله نكون موجودين في افريقيا عشان ده الوضع الطبيعي لمنتخب مصر ان شاء الله. كابتن ابراهيم النهارده كنتوا واخدين تعليمات كانت واضحه شويه ان انتوا تبقوا ثابتين قدام خط الظهر علشان تعملوا لهم حمايه تعملوا لهم ساتر شويه. بالظبط كده. يعني احنا في طريقه اللعب قدام اي فريق تاني بنبقى نطلع نضغط من قدام شويه. لكن طريقه اللعب احنا عارفين ان هم عندهم سرعات بنبقى عندهم سرعات في الهجمات المرتده في نص الملعب بشكل كويس. فعلا المرتدات عندهم حاجه خطيره جدا. عندهم اللعيبه بتلعب في اكبر انديه في اوروبا واللعيبه عندها امكانيات عاليه. كان لازم نعمل حساب لده. وده الطريقه اللي لعبنا بيها وفضلنا مستمرين بها 90 دقيقه. ربنا كرمنا وجبنا جول قدرنا نحافظ عليه والحمد لله يعني على كل. اللي انتوا لعبتوا بيه النهارده ده صعب انك تقعد مركز 90 دقيقه في الحته دي كمان تحديدا. مش عايز تفوت واحده بس ممكن تيجي فيها. واحنا شفنا كوره اتصابت اللي جت في العارضه ربنا كرمنا ان هي طلعت. يعني كان بتبقى محتاج تركيز 90 دقيقه. انا بقول لك ممكن طريقه اللعب ما تعجبش ناس كتير لكن اكيد الناس اللي فاهمه كابتن محمد يرسم والناس اللي بتفهم في الكوره هتعرف ان ده اسلوب لعب لازم العب بيه والتزم بيه. انا واحد من الناس اللي التزم بكلام مدير فني ماليش علاقه بقى باي حد. دي بعض الناس تقول لك انتوا برافو عليك انت لا الشكل الجمالي ده المفروض قد ما بتسمع وتلتزم بالتعليمات اللي بتتقال لك ده المفروض. وبالتالي حتى كمان وانا بسالك انا يعني الناس شايفه يعني الناس اللي مركزه قوي جوه الملعب شايفين ان انتوا يعني بلغه الكوره كده واقفين مسامير في الحته ديت عشان تحمي. بالظبط كده. المباراه كانت صعبه وبنلعب فريق محترم ولاعيبه اسمها كبيره جدا. وبشيل طبعا بالروح اللي كانت موجوده في اللعيبه كلها والله ال 25 من قبل المباراه. احنا كلنا كان الناس كلها نفسها تكون موجوده والناس كلها نفسها تشارك. وربنا ما ضيعش تعبنا. والجمهور اللي جه النهارده اللي كان شكله حلو ده ما روحش زعلان. بارك لجمهور مصر كله والجهاز الفني واللعيبه واتحاد الكوره ان احنا ماشيين في الطريق السليم. وان شاء الله الفتره اللي جايه كمان يكون احسن والناس تبدا تساعد المنتخب وتقف جنبه عشان نستعد بشكل قوي. ان شاء الله نكون موجودين في افريقيا في يناير اللي جاي. فلازم نستعد بشكل قوي لان الجيل ده لازم يكون يرجع تاني باسم مصر في البطولات الافريقيه ويشارك بشكل قوي معانا ولاعيبه محترفه على مستوى عالي
ولاعيبه حتى في الدوري المصري صغيرين في السن محتاجين تنظيم اكتر ومحتاجين شويه دعم باذن الله. المنتخب ده هيكون له شان كبير ان شاء الله. عايز اسالك في نقطه يمكن كل يعني ممكن الناس ما تاخدش بالها منها شويه، فكره الثقه ان انتوا تبقوا واثقين في بعضكم في ارض الملعب، انه انت النني هيبقى جنبك هيبقى مخدم عليك، انت عارف كويس قوي ان انت قدام حجازي، كل واحد واثق من انه اللاعبين بالظبط. احنا فعلا الحته دي موجوده فينا بغض النظر كمان عن الثقه التغطيه. يعني انا متاكد ان انا لما بروح اضغط على واحد هترقص مش في دماغي ان انا اترقص، لا ده انا بعد لما اترقص في مصيبه ورايا، لا مطمن ان في واحد هيشيلني، انا كمان اللي جنبي بيترقص بقوم مطمن ان انا اقدر اشيله وادافع معاه. يعني الحاجات دي كويس ما بيحسش بيها الا اللعيبه جوه الملعب. احنا الحمد لله اللعيبه كلها مترابطه، اللعيبه كلها حب كتير، اللعيبه بتنزل بتأدي بشكل كويس. يعني دي حاجات مميزات كبيره في كل الفرق الكبيره، لازم يكون فيها مميزات كتير زي دي. المنتخب بيملك كل الحاجات دي، فان شاء الله الفتره اللي جايه كمان يكون احسن واحسن باذن الله. ان شاء الله باذن الله. انت عارف خلاص انتهي مع سموحه نهايه الموسم ده صح كده؟ اه انا ست شهور بدايه الموسم ده كنت ان شاء الله. وترجع تاني نادي الزمالك ان شاء الله؟ طبعا يعني الحاجه دي بتاعت طبعا بقى مدرسه اداره وبتفنن في نادي الزمالك، وشايفين ان انا اكون موجود وارجع اكون موجود، شايفين ان انا ما كملش. يعني الموضوع مش جديد انا. كل تمنياتنا ليك بالتوفيق يا كابتن ابراهيم، لعيب محترم ولعيب جدع، ودي ميزه على فكره في الجيل ده كله. انا كنت جاهز السؤال ده، بشكرك شكرا جزيلا كابتن ابراهيم صلاح. انا عايز بس اقول لك على نقطه انت اتكلمت فيها وهو ابراهيم اتكلم فيها، ان كوبر ما قربش في المباراتين من السته الاربعه المدافعين والاثنين ديفندر. برافو عليك. ودي نقطه تؤكد الكلام اللي انا قلته لك، الراجل شغال بفكر دايما. لما يكون عندك مباراتين قريبين حتى يعني يستحسن او معظم المدربين بيثبت الركائز او الاسس بتاعته اللي هي الاربعه المدافعين. انا عايز انه الاثنين ديفندرات، هو الراجل عارف هو عايز ايه واللعيبه. يعني ابراهيم صلاح قال زي ما حكمه بتقول كده مظبوط. احنا الراجل محافظ، واضح ان هو اشتغل بالسته دول تكتيكيا كتير. قطعة واحدة كتير قطعة واحدة هم كتير. دول اللي بيشتغلوا مع بعض، ازاي اقفل وازاي اضغط وازاي يعني ارحل كويس قوي من الجنب اليمين والجنب الشمال لما الكرة تتنقل او نيجيريا تغير جناب الملعب بسرعة. نيجيريا عندهم ميزة بالتلت الامامي، سرعة في نقل الكرة في السرعات، سواء في النقل او حتى السرعات الانتقالية بتاعتهم عندهم سرعة. خطورتهم كمان في وانت بتهاجمهم يعني وهم بيدافعوا، لو اتقطعت الكوره على منك انت في الهجمه بيقدروا ينقلوا نفسهم بسرعه في الهجمه المرتده، ودي كان واضحه جدا النهارده وحتى في المباراه الاولى ان في بصمه اهو. يعني في بصمه يعني في شغل. ما انا بقول لك يعني 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 كون ان هو مثبت الست لعيبه الاربعه المدافعين قدامهم الاثنين ديفندرات، ده كده تحس انه شغال الى حد ما، او عايز اقول بنسبه يعني ان هو بدا يحط ايده على تيم مصر. لان انت الفتره اللي فاتت ما تقدرش، يعني انت لو قلت تشكيل وانا قلت تشكيل ممكن نختلف في 3 4 لعيبه، لكن هو دلوقتي انت تقدر دلوقتي تقول ايه، تقول في 6 7 ثابتين، فاهم قصدي؟ متشافين. طيب ايه رايك نشوف ردود افعال الناس برضو هنا في القاهره بعد فوز منتخبنا الوطني، وبعدين ناخد فاصل، وبعد الفاصل نكمل حوارنا مع حضراتكم في الهاشتاج بتاعنا. نعم باينه ايه ردود الافعال كلها، يلا هنشوف. طبعا بنقول مبروك للشعب المصري كله، ومع ان الاداء ما كانش اللي كان متوقع، بس يعني مش مهم النهارده الاداء، احنا المهم الثلاث نقط كده حسمنا من هنا بدل ما نروح في حسابات تانية، وان شاء الله اللي جاي احسن ويكون في اعداد احسن واقوى. واحنا شايفين يعني ان في تجانس بدا يحصل بين اللعيبه وده كويس للمنتخب. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا النهارده، كان ماتش كويس جدا، بس هو برضو احنا محتاجين نهتم بالاداء بتاع الفريق القومي للمباراه الجايه، خاصه اخر 10 دقائق من الماتش تعبنا كلنا كعصبنا يعني، وكنا خايفين على المباراه، بس بنشكر ربنا الحمد لله، بنشكر جهود اللعيبه في الملعب والمدرب، والحمد لله كانت حاجه كويسه جدا، ودايما من انتصار لانتصار باذن الله. ربنا كرمنا وكسبنا، بس لينا تحفظات شويه على الاداء. الاداء يعني كان الى حد ما مايل للدفاع، ما كناش بنهاجم قوي، بس الحمد لله ربنا كرم بالجون بتاع رمضان، وربنا يسهل ان شاء الله في الباقي بقى. المنتخب عمل اللي عليه، والحمد لله رمضان صبح جاب جون، والحمد لله الفوز يعني والتاهل لكاس العالم وكاس الامم الافريقيه. النهارده الفوز ده يعني توفيق من عند ربنا، يعني اول شيء ده توفيق من عند ربنا. المنتخب بتاعنا برده لسه مش
يعني مش هو الماتش ده اللي هو يكسب بيه، ده توفيق من عند ربنا. طبعا مبروك لمنتخب مصر الصعود لبطولة افريقيا بعد غياب فترة طويلة، طبعا بعد ما خدنا الثلاث بطولات ورا بعض ما طلعناش افريقيا قبل كده بعد كده، لكن طبعا اداء كويس في الملعب واداء متوازن، خصوصا انت بتلعب فرقة كبيرة زي فرقة نيجيريا فيها كمية محترفين كبيرة، فده اعتقد ان هو في حد ذاته مكسب كويس ونستحق الصعود، لان احنا عندنا منتخب قوي وعندنا مدرب كويس، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن باذن الله مع المنتخب المصري. محمد يوسف بياخد احدى هجمات القافره الحمراء وبيشوط، ولا جديد الترحيب بحضراتكم في الجزء الاخير من السوبر. السوبر النهارده منتخبنا الوطني، والسوبر اللي موجود معانا النهارده هو كابتن محمد يوسف. كابتن يوسف، بقى في الجزء ده احنا عايزين نتكلم بقى عن الاهلي والزمالك وتجربتك مع النادي الاهلي وتجربتك في امبي وبعديها الشرطه العراقي، عندنا حاجات كتير قوي. عليا اتفضل اتفضل. طيب تعال شوف التقرير ده وبعدين نتكلم. يلا يلا بينا. هو أحد نجوم الزمن الجميل في النادي الأهلي والمنتخب المصري في فترة التسعينيات ومطلع الألفية، واحد من أفضل من شغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، امتاز بالأداء الرجولي الراقي وقبل كل ذلك الخلق الحسن. هو النجم محمد يوسف لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر. ولد محمد يوسف في 9 أكتوبر 1970، لعب لصفوف النادي الأهلي منذ عام 1992 حتى موسم 98-99 قبل خوض تجربة احتراف قصيرة في الدوري التركي من خلال نادي دينزل سبور التركي. سجل معه 6 أهداف في موسم 99-2، الموسم التالي سجل 3 أهداف. حقق يوسف مع الأحمر 12 بطولة ما بين الدوري والكأس وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس والبطولة العربية وبطولة النخبة العربية. مثل يوسف منتخب مصر في 51 مباراة دولية، منها 3 مباريات في كأس القارات و3 مباريات في تصفيات كأس العالم 98 ومباراتان في تصفيات كأس العالم 2002. أولى مبارياته الدولية كانت مع الفراعنة أمام المغرب في 11 يوليو 1993. لعب يوسف تحت قيادة الجنرال محمود الجهري، كان ضمن كتيبة النجوم الفائزة ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 98 في بوركينا فاسو. اعتزل يوسف في يوليو عام 2004 بعد عودته من تركيا إلى إمبي بعد أن لعب موسمين مع الفريق البترولي قبل لقطة الختام. على المستوى التدريبي بدأ يوسف العمل من خلال الجهاز الفني للنادي الأهلي تحت قيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه في منصب المدرب المساعد. تدرج في المناصب حتى وصل إلى مقعد الرجل الأول عقب رحيل حسام البدري،
حقق محمد يوسف مع الفريق الأحمر البطولة الإفريقية لدوري الأبطال عام 2013 بعد أن قاد رفاق بوتريكا للفوز على أورلاندو بايرتس في المباراة النهائية بهدفين من دون رد. كان قبلها قد أقصى نادي الزمالك من دوري المجموعات بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة المرحلة الخامسة والتي أقيمت بالجونة. في فبراير عام 2014 نجح يوسف في تحقيق بطولة جديدة بعد أن نجح في الفوز ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الصفاقس التونسي على ملعب القاهرة. وبعدها بشهور رحل يوسف عن تدريب الفريق بعد خلاف مع رئيس النادي الحالي محمود طاهر، وتم إسناد المهمة لفتح مبروك خلال مباريات الدورة الرباعية. محمد يوسف في ضيافة إبراهيم فايق في السوبر يتحدث عن مباراة مصر ونيجيريا وعن الكثير من الأسرار التي ما زالت بجعبته ولم يفصح عنها، وأسرار الجلسة الأخيرة مع أبو تريكة قبل مباراة الوداع في السوبر. كل ذلك مع إبراهيم فايق في السوبر. حابب تعدي تقول حاجه على منتخب مصر عشان الاسئله اللي جايه سخنه وانا ماليش دعوه. اشكرك طبعا واشكر كل الاعداد على التقرير الجميل ده. هو حقك. خش على السخن. خش. ندمان انك سبت النادي الاهلي؟ هو ما سبتش النادي الاهلي، النادي هو اللي سابني. انا ما سبتش النادي الاهلي، لكن احنا كلنا اولاد النادي الاهلي. يعني تجربه كانت وفتره الواحد اشتغل فيها بكل حب وبكل تفاني وكل اخلاص، لكن كان مجلس اداره بقيادة المهندس محمود طاهر كان ليه وجهة نظر وشاف ان هو ياخد قرار بإقالة الجهاز في الوقت ده او بإقالة يعني منظومة الكورة عموما. يعني كان هادي خشبة موجود، كان مشرف عام او مشرف على الكورة، وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكورة، وكنت انا متولي الإدارة الفنية. كلهم رجعوا معانا حضرتك؟ لا مفيش حد رجع، هو سيد بس اللي رجع. مش انا بس، هادي ما رجعش وانا ما رجعتش. وفي مديرين تانيين كتير جدا في النادي مشوا يعني برضه. ما فكرتش مرتين بالنسبه فموضوع انك النادي الاهلي، وانه يعني ولاد النادي الاهلي وولاد نادي الزمالك واللي هم منتمين قوي لانديتهم الكبيره كمان تحديدا الانديه الجماهيريه بيبقى عندهم دايما شغف انه انا اشتغل في النادي بتاعي، انا اشتغل في النادي بتاعي، وانت ما جيتش باراشوت، انت شقيت جدا وتعبت جدا عشان تبقى موجود في النادي الاهلي، سواء على المستوى انك كنت لاعب ولاعب مميز جدا، وبعدين تم تصعيدك واحده واحده لحد ما توصل، كنت مع مستر مانويل جوزيه وحسام البدري وفي اخر الصف، وبعدين بدات تتحرك شيئا فشيئا بمجهودك وبتعبك وبشغلك لحد ما وصلت بقيت انت المدير الفني للنادي الاهلي، وجبت معاه بطولات وعملت معاه امور ايجابيه للغايه. حسيت ان انت، انا اسف في التعبير، ضيعت الفرصه في لحظه انفعال مثلا؟ لا 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 ولا حاجه خالص، ما ضيعتش ولا حاجه. خلي بالك دي كانت امور مترتبه يعني بعد مترتبه؟ ربنا سبحانه وتعالى طبعا بيحط لكل واحد طريقه، لكن انت عليك الاجتهاد وعليك ان انت تبذل مجهود، وبعد كده كل حاجه بيد ربنا سبحانه وتعالى. ال- 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 الفكره في منظومه الكوره وتغيير منظومه الكوره كانت محطوطه من قبل مجلس الاداره بقياده المهندس محمود طاهر، وكان معروف ان هيجي مشرف على الكوره فلان وهيجي مدير كوره فلان، وكانت اداره فنيه مدير فني اجنبي. ده اللي كان محطوط حتى في البرنامج الانتخابي. انا شايف من وجهه نظري حتى الان ان المداخله اللي اتعملت ما هياش سبب، يعني لا يمكن تكون سبب. كان في تربص يعني، ما هياش هي كافيه ان انت تقيل مدير فني عشان طلع قال في الاعلام اللي بيحصل ده جديد علينا في النادي الاهلي، او مثلا مخالف لمبادئ واسس او تعاملات النادي الاهلي، يعني نظام الشغل في النادي الاهلي. ده كان اختلاف في وجهه نظر في طريقه الشغل بس، فاهم قصدي؟ واعترف بيها المهندس محمود طاهر بعد كده. وبعد كده لما المجلس اتقسم نصين، ما هو يعني تؤكد هذا الكلام يعني على مدار السنتين. خلي بالك اول واحد انا طلعت قلت الكلام ده، بعد كده في ناس كتير جدا اتكلمت، ومنهم المهندس محمود طاهر اعترف في يعني في احاديث كتيره ليه وبرامج كتيره ليه ان هو فعلا كان في اخطاء وبيحاول يصلحها. فاهم قصدي ازاي؟ في الوقت اللي انا كنت فيه كان لسه الموضوع كان يعني لسه المجلس ماسك جديد
ولسه عمليه فيها شخبطه كتير برضو مش واضحه. كان في شخبطه كتير بس كان كنا داخلين بقى على يعني عايز اقول لك ايه على مباريات واتكلمنا وحطينا يعني نقط سريعه نمشي عليها الفتره دي، لكن كانش يعني ما كانش في مناخ عايز اقول لك نقدر نستمر فيه يعني. بس وكان وجهه نظرهم او وجهه نظر المجلس ان يتم اقاله المسؤولين في الكوره يعني عموما بالكامل. ما هو انت انا اللي طلعت اتكلمت، طب فشيلت الباقيين الباقيين مشوا ازاي؟ فاهم قصدي ازاي؟ بس هو واضح ان كان في ترتيب يعني. بس كان في ترتيب طبعا. بعد الفتره ديت بتشوف النادي الاهلي عامل ازاي، لانه بعد رحيل الكابتن محمد يوسف والفتره دي كانت فتره صعبه جدا على النادي الاهلي مرورا بقى. هو طبعا الايه نتائج كانت سلبيه للنادي الاهلي بعدي. ما هو بعدينا طبعا انا سبت قبل الدوره الرباعيه، جه كابتن فتحي مسك الدوره الرباعيه على طول مباشره، ثم بعد ذلك جه جريدو. يعني هو طبعا النادي الاهلي الفتره دي السنتين دول يعني في بعد نسبي عن البطولات، فاز ببطوله الكونفدراليه مع جريدو، وبعد كده خسر السوبر مع وفاكس طيف تقريبا، ثم بعد ذلك بقى الموسم الماضي تغيير اجهزه فنيه طبعا كتير، الحاجات دي كلها يعني مش عايز اقول يعني ما هوش مناخ حلو ان انت تحقق فيه نتائج، لكن اعتقد ان الفتره الاخيره دي في استقرار الى حد ما بالنسبه للفرقه. ايه رايك في مارتن يول؟ لا مارتن يول طبعا مدرب كبير لتاريخ ليه سي في قوي، اعتقد ان هو يعني هيقدر يحط ايديه على الخيوط في النادي الاهلي، هيقدر ان هو يعني يقود النادي الاهلي لبطولات. يبقى التوفيق بقى من عدمه، دي حاجه برضو مهمه جدا، لان ممكن في مدربين جامدين جدا لكن ما وفقوش. صحيح. طيب عندي سؤال كمان في النادي الاهلي وارجع تاني نتكلم عن المنتخب. النادي الاهلي السنه دي يقدر ياخد بطوله الدوري ولا الموضوع صعب عليه؟ لان نادي الزمالك يعني هي كانوا واخدين البطوله السنه اللي فاتت واخدين بطوله الكاس، ومش ما اعتقدش ان هم هيفرطوا في الموضوع رغم انه الفرق لصالح النادي الاهلي الحقيقه. بص هو الفرق لصالح النادي الاهلي، وفي نفس الوقت ابراهيم لسه المباريات كتيره يعني. انت بتتكلم في 12 اسبوع فاضلين، وده يعتبر كتير على في الدوري، لكن الامور في النادي الاهلي اهدى نسبيا من نادي الزمالك. يعني ما هياش مثاليه، ماشي ما هياش مثاليه، لكن اهدأ بكتير جدا من الظروف او الاجواء في نادي الزمالك. خلي بالك فرقه الكوره ما هياش الفرقه اللي انت بتشوفها قدامك تاخد 3 نقاط كل مباراه والموضوع خلص، لا الموضوع ده بيجي من مجلس الاداره اللي بيوفر اجواء هاديه واجواء فيها ثقه واجواء فيها دعم واجواء فيها حاجات كتيره جدا للاجهزه الفنيه. وبالتالي الاجهزه الفنيه دورها انها تجهز لعبتها وتجهز الفرقه بتاعتك وتشوف ايه مشاكلك وتبدا تعالجها. انت دورك ان انت تعالج المشاكل اللي بتجيلك وتقابلها وتعالجها الحاجات دي كلها، فبتيجي من فوق يعني. بتيجي توفير مجلس اداره لاجواء كويسه جدا يشتغل فيها اجهزه فنيه، والاجهزه الفنيه بالتالي بتنعكس على الفرقه. فاعتقد ان النادي الاهلي اهدى الامور عنده، اهدى الظروف مناسبه اكتر للفوز ببطوله الدوري السنه دي. طيب خلينا بقى نرجع تاني لمنتخبنا الوطني. انا كنت بقول لحضرتك على اكتر من سؤال جم في بالي، هل احنا بنتكلم عن مرحله جديده بيتاسس فيها دلوقتي لمنتخب وجيل حقيقي بقى بجد يكمل الجيل او اللي حقق انتصارات كبيره اللي هو جيل ابو تريكه بعد فتره صيام وغياب شخصية وغياب كاريزما وغياب مجموعة لعيبة تبقى موجودة مع بعضها، هل احنا النهاردة نقدر نحط ايدينا نقول ان هو فعلا بقى عندنا منتخب النهاردة نبني عليه طموحاتنا واحلامنا، ولا لسه برضو شوية؟ لا اكون صريح معاك، بقى عندنا لا بس بقى عندنا لا يعني ما اقدرش اقولك بقى عندنا دلوقتي، لا انت بتبني يعني بتحط اول طوبة في, 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 في بناء منتخب جديد زي ما انا قلت في بداية كلامي يقدر يلعب لسنوات. بص على اعمار لعيبتك هتلاقيها متوسط اعمارنا منتخبنا تقريبا في حدود ال 25 و 26 بالظبط. فدي المعدل بتاعنا ومتوقع في الفتره اللي جايه ان انت تنزل بمعدل الاعمار شويه يعني. تمام. انت دايما المنتخبات الناجحه من 24 ل 26
الا استثناءات بقى المانيا في بطوله كاس عالم تقريبا كانت 2010 2010 ايوه كان معدل اعمارها عالي او 2006 لا اخر بطوله دي لا انا بتكلم على قبلها ماشي. ففي استثناءات هتلاقي معدل اعمار كان المانيا ساعتها 31 او 32 لكن انا بكلمك على الحاجه المصريه انت النهارده ما تقدرش تقول عندك منتخب لا انا بقول ان انت بتبني لسه في اول خطوه ممكن لو انت استمريت بالاستراتيجيه دي وبالخطه دي تقدر ان انت يبقى عندك منتخب لكن في عوامل كتيره جدا منها واحد احترافيه اللعيبه او احترافيه الجيل الحالي انا شايفها بشكل ماشيه بشكل كويس جدا في طموح عند اللعيبه اللي في السن بتاع رمضان صبحي وبتاع نني وكوكا ومحمد صلاح وناس كتيره جدا وخد بقى من مصر كمان هنا خلي بالك في مصر ممكن كمان اربع خمس لعيبه سهل جدا ان هم يطلعوا سواء من الاهلي من الزمالك من الانديه الثانيه رمضان لازم يطلع كابتن ما انا بقول لك مش رمضان بس رمضان وعندك عمر جابر يطلع وعندك لو مدير فني مروان يطلع اديني بس فرصه لو حضرتك مدير فني للنادي الاهلي تمسك في رمضان صبحي ولا تسيبه يتوكل على الله كده ويبسطنا هي دي ما توقفش على فنيا طبعا همسك فيه انا هيبقى محتاج واحد زي رمضان يلا عندك في فرقتك لكن انت بتتكلم على سياسه نادي وفي مجلس اداره وفي حاجات كتيره هيبقى رغبتها في توازنات هل انت مثلا الارقام الدخل اللي هيجي من ورا رمضان هيبقى مناسب وممكن تطلع حد تاني ما هو النادي الاهلي زي ما طلع رمضان وقبل كده طلع نجوم كبيره جدا اكيد قادر ان هو يطلع وفي خلي بالك في قطاع الناشئين يعني انا عندي معلومات ان في قطاع الناشئين مواهب يعني فعلا هتبقى زي رمضان وزي نجوم كتيره يعني طلعت من قطاع الناشئين في النادي الاهلي. طيب تعالوا نروح تاني للهاشتاج بتاعنا على تويتر السوبر اندرسكور المنتخب محمد بيقول مبروك لمصر وما النصر الا من عند الله المنتخب محتاج شغل كتير ولا ايه؟ هو ده الكلام ده الكلام محتاج شغل كتير لان زي ما احنا قلنا في بدايه كلامنا مباراتين نيجيريا كسبناهم وخدنا منهم اربع نقاط لكن في اخطاء في يعني عايز اقول لك ايه في بعض الحاجات حصل فيها توفيق من ربنا سبحانه وتعالى سواء فرص عليك او فرص ليك او الاهداف اللي انت احرزتها يعني طيب محمد سعد بيقول لك كابتن يوسف ايه رايك في محمد مجدي مدافع المصري وتفتكر ممكن يروح البطوله على المنتخب ولا لسه شويه محمد مجدي مدافع المقاصه مدافع المصري مدافع المصري آه بصراحه انت تحيي المصري يعني مجموعه صغيره في السن حسام حسن طبعا عمل شغل محترم جمعهم عمل شغل كويس جدا وجمعهم وعمل بيهم معسكر يمكن من اكتر الفرق اللي عملت معسكرات او اشتغلت بدري قوي قبل الدوري ما يبتدي على اساس ان هو يكون الفريق ويعمل انسجام ويحفظ اللعيبه والحاجات دي كلها فاعتقد ان المصري يعني النهارده بتتكلم في الاسبوع 32 وهو ثالث الدوري العام بمجموعه اللعيبه الصغيرين الطموحين اللي عندهم رغبه ان هم يثبتوا ذاتهم اعتقد ان ممكن الفتره الجايه يبص يعني يبدا يبقى ليهم حظوظ في انضمام بعضهم للمنتخب لكن انت كنت بتتكلم في مرحله صعبه قوي يعني انا صعب ادخل حد عليهم في المباراتين لا صعب ادخل حد في مباراتين نيجيريا ومباراه من العيار يعني المباراتين دول عيار تقيل 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 يعني صحيح طيب خليني برضه ارجع تاني محمد مبروك بمعدل اعمار المنتخب صغير وفرصه صعود كاس العالم اعتقد تبقى سهله ولسه لما ينضم عبد الشافي وكهربا وباسم يعودوا المستوى وكان كمان عندك مصطفى فتحي كمان خسرناه قبل الماتش ده اعتقد كمان مصطفى لو كان موجود كان هيبقى ورقه كويسه جدا عجبني السؤال ده كريم بيقول من وجهه نظر حضرتك ايه وجه الشبه بين ابو تريكه ورمضان صبحي كمدير فني دربت الاثنين لا هنا بقى بص حبش انا لازم كل واحد يعني في احنا اصلنا بسرعه قوي يا ابراهيم بسرعه قوي العمليه بتطلع معانا بسرعه قوي وبتنزل بسرعه قوي لا طبعا بعيد جدا تريكا ورمضان بعاد يعني الموضوع بعيد ليه بقى بعيد تريكا ادى منتخب مصر على مدار والنادي الاهلي على مدار حوالي بتتكلم في 10 سنين يعني تريكا جه النادي الاهلي 2004 اعتزل 2014 فانت بتتكلم في 10 سنوات عدد بطولات انجازات
سواء على مستوى افريقيا ودوري عام وكاس يعني فالنهارده ده رمضان لسه بياخد خطواته الاولى. تقدر تقول رمضان تقول لي نواه لانه يبقى نجم؟ نواه انه يبقى نجم نواه لسه نواه لسه اه طبعا لسه لا ما عشان اكلمك بصراحه وفي نجوم كتيره جدا كان في طلعت زي رمضان كده واعلى من رمضان وبعد كده اختفت مش عايز اذكر اسامي تمام. مش عايز اذكر اسامي لكن تمام. رمضان عنده المؤهلات إن عشان كده حضرتك لما قلت له نصيحه على الهواء قلت له اياك والغرور بس كده لان انت عندك لما تقارنه بقى انت جايبه مع بوتريكا يعني نجم افريقيا وبطل افريقيا وتبص تلاقي حاجه تاني يوم تاني يوم في التدريب تاني يوم في التدريب هو مش حبيبي انا حبيب كل واحد دربه مانويل جوزيه قال عليه ايه حسام البدري قال عليه ايه مع حفظ الالقاب طبعا للجميع حسن شحاته قال عليه ايه مع حفظ الالقاب أيوة للجميع ايه اللي يعني ايه اللي بيميز ابو تريكه عن بقيه اللعيبه الثانيه الموجوده في كل حاجه كويسه انت إيه عندك يعني؟ في نجوم ابو تريكه وائل جمعه بركات عندك يعني في نجوم عماد متعب الناس دي في تواضع في احترام للتعليمات في تضحيه في ايجابيه مع زملائهم في فصل لو ما طلعتوش دلوقتي محمد ابراهيم يلا نطلع فصل يلا نطلع فصل ما شاء الله قول بس ما شاء الله ما شاء الله يلا شوف صدقا يعني انا قربت الفقره ديت اعلن يعني بص براءتي منها يعني الفقره ديت بتاعت الفيديوهات والصور دي انا قربت خلاص وانا مش دعوه بيها عشان خاطر بدات تعمل لنا مشاكل جامده يعني تقريبا هم طب يلا طب تعالى نشوف عارض لك شويه فيديوهات وحاجه ترد عليها يلا اللاعب في استعداد يلا محاوله الفائده الثانيه الاهلي فاكر طبعا ماشي ده كان ايه بقى ده كان هدف الاهلي في الدفاع الحسني الجديدي في تاهلنا لدوري المجموعات في الكونفدراليه دي البطوله اللي كملها جريدو وفاز بيها البطوله دي طبعا انا ليه جريت السبرنت ده أيوة. احنا طبعا دي كانت بدايه الضغوط بقى مع المجلس والاجواء اللي هي نعم بالله ربنا فالسبرنت ده لان احنا كنا بره البطوله يعني الهدف اللي احرزه احمد رؤوف دخلنا دوري المجموعات بيه فانا وانا قاعد على البنش والله ابراهيم عندي ثقه احنا بره يعني انا عندي ثقه ان اصل احنا محتاجين جون ايوه احنا 2-0 أيوه. خسرانين 2-0 ايوه وكسبانين 1-0 في مباراه الذهاب هنا ايوه فانا محتاج جون 2-1 اخسر مش ما انا خسران بس اعدي بس 2-1 تعديني اخش فانا وانا قاعد خلاص الدقيقه بقى يعني ببص 89 90 خلاص دخلنا في التسعين الهدف ده في الوقت بدل الضايع ايوه عندي ثقه سبحان الله جوايا لا مش عارف مين اللي هيجيب يعني مين هيجيب الجمعه بس انا عندي ثقه ان ربنا هيكرمني يعني في لان لو خلي بالك لو كنت يعني خسر. انا كان كنت من هناك من هناك يعني طيب ما انت محتاج دلوقتي بقى تقول رساله لاحمد رؤوف ما هو يعني لا رؤوف طبعا زعلان انه كان مشي ما كانش يستحق انه يمشي من النادي ما خدش فرصته كامله يعني هو معايا كنت يعني بصراحه كنت بلعبه كنت لكن بعد ما انا مشيت تم الاستغناء عنه واعتقد ان رؤوف في المصري مكسر الدنيا مكسر الدنيا وخلي بالك ده انت بتتكلم من سنتين فاتوا كمان يعني انت بتتكلم الوقت ده في 2014 رؤوف النهارده هداف احد هداف الدوري يعني صحيح. بينافس على هداف الدوري برصيد 9 اهداف او اكتر كمان 10 اهداف طيب فاعتقد ان هو من الهدافين اللي كان ممكن النادي الاهلي يستفيد بيه لو كان خد فرصه اكتر يعني مع جريدو هو جريدو كان عنده وجهه نظر ثانيه مثلا تعال نشوف الفيديو دي لحظه الخروج من الباب الكبير لكن هناك ساحه جديده هو محمد يوسف وامامنا بقى هنا عماد متعب ويطلع ابو تريكه ادي امامنا ابو تريكه الكل الملعب يصرخ فاكر اللحظه دي لا تترك الملعب هذه هي التحيه الجديده لابو تريكه لهذه الجماهير على الطريقه الاسبانيه ولكن الذهاب الى المغرب الى كاس العالم للانديه ابو تريكه يملك 4 اهداف في مسابقه كاس العالم للانديه سجل في اوكلاند وفي مرمى امريكا ده انت اتاثرت من غير ما حتى من اسالك ايه انت متاثر من غير حتى ما اسالك لا الاجواء بس بتاعت البطوله والجمهور لان طبعا كانت
يعني البطوله دي جت في ظروف صعبه جدا يعني عايز اقول لك واجهنا كل الظروف الصعبه في بطوله واحده ما بين ما فيش ملاعب وما فيش جمهور وماتشات بتتعاد يعني يعني ماتش قبل النهائي مع القطن الكاميروني لعبنا 65 دقيقه وبعدين الملعب يحسب لك ان انت دفعت بعمر جمال في الماتش ده وكانت بدايه عمر جمال اعتقد صح كده ولا لا لا, ده لا لا كان في المحله لعب في المحله ماتش المحله اول مباراه لعمر جمال كان في مباراه المحله صح كده وبعدين كان موجود معاك بعد كده في افريقيا بعد كده بقى دخل ولعب معايا في افريقيا ولعب في كاس العالم للانديه برضو جزء. كنت بتقول لابوتريكي ايه في اللقطه دي بقى قلت له ايه ابو تريكه اصلا هو يعني بعد اتكلمت معاه قبل نهائي قبل ما نوصل اورلاندو فهو كان واخد قرار خلاص ان بطوله افريقيا دي وشكرا يعني بس فكان من ضمن الحاجات اللي انا كنت متشبث بيها بالنسبه لابو تريكه وقابله حتى بركات ان يكمل معاك ان هو يكمل معايا يكمل يعني بعد كاس العالم للانديه لكن هو صمم بقى كان اخر حاجه كاس العالم للانديه قلت له ايه برضه في اللقطه دي لا مش متذكر بس يعني اجيبها لك وتحاول نقرا الشفايف كنت بتكلم اقرا الشفايف زي ما انت عايز طيب لا حضرتك اللي هتساعدني ما انا يعني مش عارف اجيبها يعني هتقول لنا تاني كده بس على الشاشه الكبيره عشان اعرف اشوف يعني نحاول نقرا كده انت كنت بتقول له ايه كل الملعب يصدق لابوتريكا لا تترك الملعب والله العظيم وحشنا جدا وحشنا جدا ان ابوتريكا في الملعب وحشنا جدا جدا بصراحه ولكن الذهاب الى المغرب الى كاس العالم للانديه ابو تريكا يملك 4 اهداف في مسابقه كاس العالم للانديه سجل في اوكلاند وفي برافو. امريكا انا قلت له برافو صح في حاجه ما بينهم في حاجه في النص كده انت مش فاكرها برضو طيب خلاص تعال نروح للفيديو اللي بعده بس خلي بالك المباراه دي كانت يعني او البطوله دي عموما ابو تريكا كان متالق فيها جدا جدا صحيح. يعني من اكتر بطولات افريقيا ابو تريكا فاز مع النادي الاهلي من 2004 فاز بحوالي 5 بطولات ماشي لكن دي كان يعني احرص فيها عدد اهداف هو هداف البطوله تعال نشوف الفيديو اللي بعده هذا الفيديو يعود الى سنه 1998 الاستقبال ده كان استقبال تاريخي لمنتخب مصر بعد الفوز بكاس الامم الافريقيه مع الكابتن محمود الجوهري فاكر اللحظات دي؟ طبعا لما نزلنا من ال من الطياره وكان في استقبالنا كبيري دوران ولا كان مين؟ ها؟ كان مين رئيس الجمهوريه؟ والله؟ ده احنا خدنا من المطار لغايه ما رحنا دار الدفاع الجوي كان ساعتها معسكرنا وحاجاتنا يعني حاجات كلها سابتها من المطار لدار الدفاع الجوي قريبه يعني حوالي بتاع 4-5 ساعات بين احتفال الناس وفرحتهم بيك ها؟ لان انتوا كنتوا اصلا رايحين البطوله دي ما كانش فيه اثنين عارفين لا هو كابتن جره الله يرحمه نايم الاعلام المصري كله قال له انا هلعب على المركز ال 13 انا ما بنساهاش الكلمه دي ما بنساهاش يعني عايز اقول لك كانت من احلى البطولات اللي لعبناها وفي نفس الوقت كمان كنا موفقين فيها جدا يعني جبنا كل الفرص اللي جات لنا طيب احرزنا 7 اهداف في البطوله دي وكل الفرص اللي جات علينا ما دخلتش كنا موفقين جدا وكانت فعلا مجموعة اشتغلنا جامد جدا الفترة اللي هي كانت قبل البطولة اتعمل معسكر كان الكابتن جورا الله يرحمه بقى عمل معسكر قوي جدا في تايلاند كان بطل المعسكر الكابتن محمود جورا طيب تعال نشوف اللي بعده اتفضل يلا اللي بعده سبب رحيلك عن النادي الاهلي 1 محمود طاهر 2 طاهر الشيخ 3 الاعلام اجب لا اجب اعتقد المهندس محمود طاهر هو اللي خد القرار ماشي. مين بقى السبب يعني ماشي خلاص اتفقنا يلا اللي بعده اسئله سريعه كده افضل مصري تولى تدريب النادي الاهلي مؤخرا كابتن حسام البدري كابتن زيزو كابتن فتحي مبروك صعب تختار ما بينهم اولا كابتن حسام اشتغل فتره طويله لكن كابتن زيزو اشتغل فتره قليله جدا ما تقدرش تقول انه تولى يعني تولى تدريب النادي الاهلي تولى تدريب النادي الاهلي يعني قعد سنه على الاقل ماشي فكابتن فتحي برضو كذلك فترة كانت وجيزة جدا اعتقد كابتن حسام هو اللي ينطبق عليه افضل مصري تولى تدريب الاهلي يعني موقع. افضل لاعب في النادي الاهلي حاليا 1 حسام غالي 2 رمضان صبحي 3 عبد الله السعيد ولو مش عاجبك حد من الثلاثة وشايف ان في حد يستحق قول حد رابع يعني حد رابع هو اللي يستحق لا انا شايف هما الثلاثي بس صعب قوي تختار ما بينهم يعني واحد بس ما هو صعب يعني ثلاثه جامدين جدا ثلاثه اعظم حاجه في العالم واحد بس
لو اختار دلوقتي هيبقى رمضان. رمضان صبحي ماشي. رمضان. افضل مباراه ليك في قياده النادي الاهلي كانت قدام الزمالك، اورلاندو، الصفاقسي. ده انت جايب لي ثلاث مباريات من الافضل اللي انا يعني عندك مباراتين ببطولتين ومباراه يعني مش هتتنسي من تاريخ لقاءات الاهلي والزمالك. طيب وهو بطوله لوحدها يعني. طب لا صعب صعب الثلاثه. انا الثلاثه بالنسبه لك اصل الاهلي والزمالك عموما لقاءات ما بتتنسيش، بطوله الخاصه عارف بطوله خاصه، وخصوصا بقى ان احنا عملنا سكور كان ايه ماتش 4-2 ف4-2 ده مش كتير يعني يعني لقاءات 4-2 مش كتير بالنسبه للنادي الاهلي، فاهم قصدي ازاي؟ فطبعا اورلاندو فاينل بطوله وكان فريق من الفرق القويه جدا في افريقيا، ويمكن طلع النادي الاهلي الموسم اللي فات من بطوله افريقيا. والصفاقسي طبعا بما يعني تعرفه يعني الصفاقسي فريق كان اعلى فرقه في افريقيا في الوقت اللي احنا كسبناه فيه في السوبر يعني. هعرض لك بقى صور سريعه كده وتقول لي توجه رساله سريعه جدا لكل صوره هتظهر لحضرتك على الشاشه. كابتن حسن حمدي هتقول له كلمه؟ لا طبعا اقول له ربنا يديك الصحه كابتن حسن، يعني اتخلق او توجد ليبقى رئيس النادي الاهلي، وفعلا حقق نجاحات كبيره جدا يصعب على اي رئيس نادي انه يكررها تاني، وشخصيه فريده جدا لما تقرب منه وتشتغل معاه في الوقت اللي انا كنت فيه قريب من يعني من رئاسه النادي او من لجنه الكوره، تعلم منه حاجات كتيره جدا ودروس كتيره جدا. يلا اللي بعده بيبو. كابتن خطيب طبعا نفس الكلام بس زياده عليه ايه؟ هو طبعا اقرب شويه من كابتن حسن للكوره، فبصراحه كان يعني بيعمل مسانده وعاليه جدا، وفي نفس الوقت كمان اعتقد انه يعني ان شاء الله مستقبلا هيبقى الفرصه ليه في رئاسه النادي الاهلي. كل الجمهور النادي الاهلي منتظره رئيس النادي الاهلي يعني. طيب جمهور النادي الاهلي؟ جمهور النادي الاهلي طبعا ده اقول له انت ليك الفضل الاول والاخير طبعا في بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى في البطولات اللي حققها النادي الاهلي، وفي نفس الوقت في اي واحد بينتمي لمؤسسه النادي الاهلي او لمنظومه النادي الاهلي سواء كان لاعب او مدرب او اداري عضو مجلس اداره رئيس، فاقول لهم دائما خليكوا عند دعمكم للنادي الاهلي، خليكوا ورا النادي الاهلي، وان شاء الله يبقى هم فعلا سبب فرحه النادي الاهلي باستمرار يعني. ان شاء الله باذن الله. كابتن يوسف انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا انك شرفتنا ونورتنا. ربنا واحب اشوفك ان شاء الله باذن الله في المكان اللي يعني انا بحكم قربي من حضرتك بعرف قد ايه انت بتشتغل بشكل متميز جدا على القرايات، مش هنسى تحليلك لاكثر من مباراه من المباريات، كان تحليل وكانت قراءه متميزه جدا للمباريات. اتمنى اشوفك بقى في المكان اللي انا احب اشوفك فيه كمدير فني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بطل ترفض عروض. نعم بطل ترفض عروض. بطل ترفض. لا 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 ان شاء الله ربنا يقدم كده حاجه مناسبه، وان شاء الله هيجي حاجه مناسبه. وانا ما برفضش والله الحاجه، بس طبعا انا اتعلمت من تجربه سموحه، كانت تجربه بالنسبه لي انا رغم انها قصيره قوي بذلت فيها مجهود عالي قوي وعملت فرقه فعلا يعني الفرقه اللي موجوده في سموحه دلوقتي الحمد لله الحمد لله انا اللي كنت طبعا بتوفير الدعم المادي طبعا من مجلس اداره النادي لسموحه، فبس اللي انا عايزه انا اللي اخترت اللعيبه. فالتجربه دي كانت اتعلمت منها حاجات كتيره جدا، وبالتالي لما بتيجي تخش على تجارب بعديها بتتعلم منها وبتبدا تحط النقاط اللي انت ما راعيتهاش في اول تجربه ليك بعد يعني بعد تجربه النادي الاهلي والشرطه العراقيه. الشرطه العراقيه. لكن ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن، وانا متفائل يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. عايز اشكرك طبعا على تواجدي معاك، وعايز ابارك لك تاني على برنامجك الجميل، وعايز اشكر كمان كل طاقم الاعداد بتاعك لانه ما شاء الله احمد درويش احمد درويش والمجموعه بتاعته عماره واحمد محمد عماره وعبد الباسط ورهام وفراج وفراج لا يعني مجموعه بصراحه مميزين. مش
ملاحظ حاجه؟ محمد عطيه بقى كلهم نفس السن. ها؟ كلهم نفس السن. هم الشباب دول هم كلهم تجربه شبابيه وكلهم بيشتغلوا بجد وكلهم عايزين يقدموا للناس. اشتغلوا 24 ساعه والله فعلا 24 ساعه فعلا والله يعني ما شاء الله. فان شاء الله نجاح كده يبقى دائم ليك ومزيد من التألق ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. انا عايز بس انتهز الفرصه وانا كمان اشكرهم على الحلقات اللي عملوها خلال الاسبوع ده. اكتر حاجه بتميز فريق العمل الحقيقه ان هم بيحبوا بعض فتلاقوا ده طالع على الشاشه. اشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بكره ان شاء الله باذن الله حلقه جديده من السوبر. اشوفكم على خير. تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.